السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء اليوم مع موجهات بناء الخطط الإجرائية لتعزيز توظيف التعليم الإلكتروني بمؤسسات التعليم العالي. شرف عظيم أن أكون بينكم. دكتور أبوالفضل عبدو، مدرب دولي معتمد، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة القاهرة، خبير ضمان جودة التعليم والاعتماد بمشروعات المنظمات الدولية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الاتحاد الأوروبي، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مقدم البرامج التعليمية للثانوية العامة بالتلفزيون المصري القناة الثانية سابقاً. أهلاً وسهلاً بحضراتكم. هنتفق مع بعض في البداية على الميثاق الأخلاقي اللي هنتبعه خلال هذه الجلسة التدريبية، وإن شاء الله أتمنى دائماً أن يكون الشعار الدائم لنا جميعاً في كل الأحوال هو الابتسام. هذا الشعار الذي يجعلنا نقضي وقت طيبا نتحاور فيه عقليا في موجهات الخطط الإجرائية لتعزيز توظيف التعليم الإلكتروني بمؤسسات التعليم العالي. حضراتكم بنعمل جميعا عن بعد، فملتزمين بقواعد التعامل عبر شبكة الإنترنت، الاحترام الشديد للأشخاص والنقد البناء للأفكار، الانطلاق نحو الهدف، استغلال الفرص والخبرات التدريبية اللي موجودة معانا، الاحترام الشديد والدقيق للوقت من بداية التوقيت الساعة 4 وسننتهي إن شاء الله قرابة الساعة 6 مساء بإذن الله تعالى. هنقدم لحضراتكم تغذية رجعة وهناخد برضو من حضراتكم تغذية رجعة، استخدام الكاميرا واستخدام الميكروفون حسب الطلب. الأهداف اللي احنا يعني هنتعامل بيها مع بعض النهاردة إن شاء الله، من المتوقع بعد دراسة هذا البرنامج إن كل مشارك من حضراتكم يكون قادر على أن يحدد موجهات بناء الخطط الإجرائية لتعزيز توظيف التعليم الإلكتروني بمؤسسات التعليم العالي، وأيضاً يطبق موجهات بناء الخطط الإجرائية في تعزيز توظيف التعليم الإلكتروني بمؤسسات التعليم العالي. زي ما حضراتكم عارفين إن ما أسهل الجانب النظري، الجانب النظري بيبقى جانب مميز جدا وجانب سهل، وكل الناس بتبقى عندها القدرة انها تدلي بدلوها في هذا المجال، لكن الصعوبة تكمن في وضع خطط إجرائية يمكن تطبيقها واقعيا لتحسين الوضع الراهن. وفي ظل الأجواء التي تمر بها البلاد، التعليم الإلكتروني هو أحد أو هو الحل الرئيسي لمعظم المشكلات التعليمية اللي موجودة. لا غنى بالطبع عن التعليم وجه لوجه، ولكن في ظل هذه الظروف وفي ظل التباعد الاجتماعي الذي تفرضه جائحة كورونا، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لنا جميعا ولجميع المسلمين وجميع العالمين في شتى بقاع الأرض، وأن يعفو الله سبحانه وتعالى عن البلاد والعباد، وأن يشفي مرضانا ويمتعهم بالصحة والعافية. تطبيق هذه الموجهات وهذه الخطط الإجرائية يجب أن يكون قائماً على مراعاة الوضع الراهن، لا تنطلق من البرج العادي كما يقولون ولا من التفكير النظري البحت، ولكن هذه الخطط سوف تنطلق من أرض الواقع لتحسين الواقع، وهذا يختلف من كلية إلى كلية أخرى ومن جامعة إلى جامعة أخرى ومن دولة إلى دولة أخرى. محاور هذا البرنامج، في خلال هذا البرنامج سنناقش مجموعة من المحاور تشتمل على مراعاة النمو السريع لتكنولوجيا التعليم الإلكتروني قبل تعميم التعليم الإلكتروني بمؤسسات التعليم العالي، وخاصة أن أي تكنولوجيا هي تكنولوجيا متسارعة يجب علينا اللحاق بها في ضوء ما هو متاح وليس في ضوء ما هو مأمور، وسنناقش هذه النقطة بالتفصيل. تبني فعالية التعليم الإلكتروني وتأثيره على التعليم بدلا من التركيز على أدوات التعليم الإلكتروني نفسها. الهدف هو فعالية التعليم الإلكتروني وليس التركيز على أداة بعينها، قد تصلح هذه الأداة مع فئة من الطلاب ولكنها لا تصلح مع الفئات الأخرى. أيضا سنناقش تحسين عمليات التعلم باستخدام أنماط التعلم الإلكتروني المختلفة، تحسين خبرات التعليم والتعلم للمتعلمين بمؤسسات التعليم العالي، تنمية قدرات الموارد البشرية أعضاء التدريس والإداريين، تطبيق الممارسات المتميزة، سهولة الوصول للمحتوى، تنوع الأنشطة الملائمة للمحتوى التعليمي. وفي الحقيقة أنا ظللتها باللون الأحمر نظراً لأن الأنشطة الملائمة للمحتوى التعليمي هي عصب التعليم والتعلم الإلكتروني. إذا استطعت أن تعد أنشطة ملائمة للمحتوى التعليمي في ظل بيئة التعليم الإلكتروني، سيكون لهذا التعليم أثر بارز وأثر فعال وملموس
على المتعلمين. ايضا سنناقش مرونه عمليات التقييم، واخيرا بناء شبكه تبادل المشترك بين المؤسسات المتناظره التي توظف التعليم الالكتروني. هذه المحاور العشره سوف تشكل لقاءنا اليوم، ونبدا بالمحور الاول. مراعاه النمو السريع لتكنولوجيا التعليم الالكتروني قبل تعميم التعليم الالكتروني بمؤسسات التعليم العالي، واول نقطه نتكلم فيها البنيه الاساسيه. والمقصود بالبنيه الاساسيه هنا كل ما يدعم تدفق المعلومات ومعالجتها. المقصود بالبنية الأساسية البنية الأساسية اللازمة لتطبيق التعليم الإلكتروني بالجامعات أو مؤسسات التعليم العالي عموما. تختلف مؤسسات التعليم العالي اختلافا واضحا في بنيتها الأساسية الملائمة لتطبيق التعليم الإلكتروني. قد تجد كلية أو مؤسسة تعليم عالي لديها بنية أساسية قوية، قد تجد أخرى لديها بنية متوسطة، وثالثة لديها بنية ضعيفة. المطلوب تدعيم هذه البنية الأساسية ومراعاة كل ما يدعم تدفق المعلومات، سهولة تدفق المعلومات وسهولة معالجتها وصولا إلى المخرجات المطلوبة منها، حتى يمكنك تطبيق تعليم إلكتروني فعال داخل مؤسسات التعليم العالي. الفكرة ليست هي التعلم عبر الإنترنت فقط، بل في وجود بنية أساسية تدعم هذا التعلم عبر الإنترنت. في البداية قلت لحضراتكم أن احنا هننطلق في بناء الخطط الإجرائية في ضوء ما هو متاح وليس في ضوء ما هو مأمول، لأن بعض الأماكن قد تحتاج إلى إعادة هيكلة لبنيتها الأساسية مرة تانية وإعادة بناء لهذه البنية. ستبدأ هذه المؤسسات في ضوء ما هو متاح حاليا، ثم تطور نفسها تلقائيا. لن تستطيع أن تهدم كل شيء الآن ثم تبدأ من جديد. سيحتاج هذا إلى تمويل، سيحتاج هذا إلى وقت، لا نمتلك مثل هذه الرفاهية الآن. سنقوم بالاستفادة من البنية الأساسية الحالية وتدعمها في ضوء ما هو متاح حتى نستطيع أن نواكب التغير المتسارع في تكنولوجيا التعليم الإلكتروني. وما يصلح في مكان قد لا يصلح في مكان آخر، ما قد يكون مناسب لكلية من الكليات قد لا يكون مناسبا بالضرورة لباقي الكليات، ما قد يكون مناسبا لتخصص من التخصصات سواء كان عملي أو نظري قد لا يناسب باقي التخصصات. وبالتالي علينا أن نراعي النمو السريع للتكنولوجيا في ضوء البنية الأساسية التي يجب أن نسعى في تدعمها حتى نلحق بهذا التطور. ايضا عندما مراعاه النمو المتسارع لتكنولوجيا التعليم الالكتروني لابد ان نراعي البنيه الحديثه والامنه للاتصالات. تامين الاتصالات وتامين التعليم والتعلم داخل بيئه التعلم الالكتروني وتامين الاختبارات والتقييمات، كل هذا يجب ان نراعيه قبل التوسع في عمليه التعليم الالكتروني وقبل الانطلاق نحو التحول الكامل الى التعليم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي. كما ذكرت في البداية لا غنى عن التعلم، يعني من وجهة نظر الشخصية لا غنى عن التعلم وجها لوجه، سيكون هناك جزء وجه لوجه قدر المستطاع. إذا لم تتيسر الظروف سننتقل إلى التعليم الإلكتروني حسب إمكانات كل كلية. إذا كان هناك التوجه الآن ومستقبلا إلى الانتشار في توظيف التعليم الإلكتروني، لابد من توفير بنية حديثة وآمنة للاتصالات. تعتمد هذه البنية الأساسية على أمن المعلومات الخاصة بعضوي التدريس، الخاصة بالإداريين، الخاصة بالمؤسسة التعليمية نفسها، الخاصة باختبارات وتقييمات الطلاب. نظرا لأن بعض الطلاب بارعين جدا في عملية التسلل إلى بعض أجهزة الكمبيوتر واختراق بعض الأجهزة ثم الحصول على معلومات لا ينبغي لهم الحصول عليها، فينبغي قبل الانطلاق في تدعيم في التعليم الإلكتروني أن نتأكد من وجود البنية الحديثة والآمنة للاتصالات. وأيضا يجب أن نعمل جاهدين على سد الفجوة الرقمية. هناك فجوة رقمية قد تظهر داخل مؤسسة التعليم العالي نفسها بين قسم وقسم آخر. قد تظهر هذه الفجوة الرقمية في المهارات التكنولوجية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس أو الإداريين المسؤولين عن هذا القسم، قد تختلف من قسم إلى آخر، قد تختلف من كلية إلى كلية أخرى. قبل التوسع في تطبيق الخطط الإجرائية الخاصة للتعليم والتعلم الإلكتروني، يجب أولاً العمل على سد الفجوة الرقمية من خلال الدورات التدريبية الملائمة لأعضاء التدريس، الدورات التدريبية الملائمة للإداريين، الدورات التدريبية اللازمة للطلاب، الدورات التدريبية اللازمة
لنقل الممارسات الدولية المتميزة في هذا المجال إلى أعضاء التدريس حتى يتم التقارب بين الكليات المتناظرة. الفجوة الرقمية قد تتباعد من كلية لكلية حسب المبنى، حسب المعدات اللي موجودة، حسب البرمجيات الموجودة داخل هذه الكلية، ولكن قد تكون هذه الفجوة شاسعة بين كلية في دولة ما وكلية مناظرة لها في دولة أخرى. هذه الفجوة الرقمية تجعل هناك تفاوت ملحوظ في مستوى أعضاء التدريس في مستوى الإداريين، وبالتالي ينعكس هذا على مستوى الخريج الخاص بالكلية. النمو السريع لتكنولوجيا التعليم الإلكتروني بيفرض تحديث قواعد البيانات الحالية، ومعنى تحديثها أن تكون يعني جميع البيانات الموجودة بداخلها up to date. البيانات الإدارية، البيانات البحثية التعليمية، قواعد البيانات لمجالس الإدارات والمجالس الجامعية ومجالس الأقسام، كل البيانات اللازمة التي يتم البحث عنها ورقيا يجب أن تتحول إلى صورة إلكترونية وأن تخزن في قواعد البيانات وأن يتم تحديث هذه قواعد البيانات. أيضا بيفرض تحديث قواعد بيانات لإقامة مشروعات ريادة الأعمال. الظروف الراهنة أفقدت الكثيرين وظائفهم، وبالتالي من يريد أن يظهر أو من يريد أن يبحث عن عمل أو من يريد أن ينشئ عملا جديدا عليه أن يعني يمتلك فكرة رائدة، وعليه أن يعرف كيف يكون رائد أعمال، وأن تتبنى بعض الكليات وبعض المؤسسات بعض المشروعات الريادية التي تحفز وتشجع عقليات الطلاب على الابتكار والإبداع في مجاله. ده بيستدعي تحديث قواعد بيانات خدمات الإرشاد والتوجيه المهني للطلاب والخريجين. أحياناً بتنقطع الصلة بين الطالب وبين مؤسسته التعليمية بمجرد حصوله على الشهادة وخروجه إلى الحياة العامة، سواء وجد عملاً أم ما زال يبحث عن عمل. لابد أن يكون هناك اتصال فعال ما بين الكلية وبين الخريجين لمتابعة هؤلاء الذين تخرجوا من هذه الكلية، ومن منهم حصل على عمل، وهل هناك رابط بين ما درسه في الكلية وبين العمل الذي يشغله حالياً، أم أنه وجد فرصة عمل لمجرد أنها فرصة عمل. هذا يستدعي من الجميع التكاتف في ضوء ما هو متاح، وهذه الكلمة أكررها مراراً وتكراراً لأن الانطلاق في ضوء ما هو مرغوب قد يعني يؤجل هذا العمل سنوات وسنوات طويلة. تنطلق مما هو متاح داخل كليتك أو مؤسستك الجامعية حالياً، ثم بعد ذلك يتم التحديث باستمرار في حدود المستطاع وفي حدود الميزانية التي توفرها الدولة للمؤسسات التعليمية، أو في ضوء الدخل الذي يمكن أن تحصل عليه بعض هذه المؤسسات من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها، من خلال البرامج. وهناك دول تستثمر في التعليم وتصل عائد استثماراتها في التعليم إلى مليارات الدولارات سنوياً، وهي دول لا تختلف عنها كثيراً، ولكن هناك نظام مفروض داخل هذه المؤسسات التعليمية يفرض عليها ريادة الأعمال، ويفرض عليها تنفيذ المشروعات الرائدة، ويفرض عليها متابعة الخريجين وليس انقطاع الصلة بينهم بمجرد حصولهم على الشهادة. وهي فجوة كبيرة في كثير من الجامعات، الفجوة ما بين الخريج وما بين الكلية. بعض الكليات بتتواصل مع الطلاب أو بعض الطلاب، لكن هناك فجوة كبيرة جدا بين الخريجين وبين مؤسسات التعليم العالي. التعليم الإلكتروني يسد هذه الفجوة. من السهل جدا عمل استبيان أو عمل استطلاع رأي أو عمل تواصل أو عمل مجموعات دفعة كذا، ويتم التواصل معهم باستمرار أو يتم دعواتهم في مناسبات تخص الكلية. المهم أن التعليم الإلكتروني يمكن مؤسسات التعليم العالي في هذه النقطة من التواصل الفعال مع الخريجين، وبالتالي يمكن عند بناء الخطط الإجرائية لتوظيف التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي والاستفادة من خبرات الخريجين الذين تخرجوا من هذه المؤسسة ومعرفة تغذيتهم الراجعة عن الوظائف التي يشغلوها وعن علاقتها بالمحتوى التعليمي الذي درسوه وبالمهارات التي تمكنوا منها، سيكون التعليم الإلكتروني هو الأداة المناسبة لمثل هذا الأمر. الأمر الإجرائي هنا هو ابتكار أو التوصل إلى وسيلة فعالة تمكن من التواصل مع الخريجين بعد انتهاء فترة الدراسة، الاهتمام بتحديث قواعد البيانات الخاصة بخدمات الإرشاد والتوجيه المهني للطلاب
الخريجين، الطلاب الذين ما زالوا يدرسون في الكلية والخريجين الذين تخرجوا منها والذين حصلوا على فرصة عمل. هؤلاء هم يعني من يهمني أمرهم في المقام الأول، نظرا لأن التغذية الراجعة التي يمكن الحصول عليها من هؤلاء الخريجين هي التي تعطي مؤسسات التعليم العالي صورة حقيقية عما تقدمه، سواء كان بتعليم وجه لوجه أو بتعليم إلكتروني. لأن إذا كنا يعني نقول أن هناك فجوة إلكترونية كبيرة بين الكليات المتناظرة وبين الأقسام داخل الكلية الواحدة، فهناك فجوة كبيرة بين بعض المحتوى الذي يتم تقديمه في مؤسسات التعليم العالي وبين سوق العمل. النقطة الثانية، تبني فعالية التعليم الإلكتروني وتأثيره على التعليم بدلا من التركيز على أدوات التعليم الإلكتروني نفسها. الأداة مجرد وسيلة فقط لا غير. ما يعنيني هو فعالية التعليم الإلكتروني وتأثيره. التركيز كله سنصب على أثر التعليم الإلكتروني على الطلاب والخريجين، على الطلاب الذين يدرسون حاليا وعلى الخريجين من خلال التواصل الفعال معهم بعد انتهاء فترة الدراسة. الأدوات هي مجرد وسيلة، الهدف ليس إبهار المتعلمين ولكن أو تجميل الموقف التعليمي. أنت لا تستخدم الأدوات لكي تنوع في العروض ولكن لكي تثري المادة أو المحتوى التعليمي الذي تقدمه ليكون لهذا التعليم الإلكتروني أثر فعال عند تقديمه. وبالتالي عند بناء أي خطة إجرائية عليك أن تركز على فعالية التعليم الإلكتروني، على أثر التعليم الإلكتروني، على التأثير الذي يحدثه التعليم الإلكتروني، بدلا من تركيزك على الأدوات التي ستستخدمها سواء كان هذا التعليم الإلكتروني تزامني أو غير تزامني. الأداة هي مجرد وسيلة في هذا وفي ذاك. العبرة بتأثير ما تقدمه من خلال هذه الأدوات، ليس الهدف هو إبهار المتعلم أو تقديم وسائل تعليمية متعددة تجذب الانتباه. قد تجذب انتباهه لحظيا ولكنها لا تحدث الأثر المطلوب. فعند بناء أي خطة إجرائية عليك أن تركز هل الأداة التي تستخدمها ذات فعالية في التعليم، عند استخدام التعليم الإلكتروني هل ستحدث الأثر المطلوب، هل سيتحقق الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه من خلال هذه الأداة أم لا؟ مرة أخرى، العبرة ليست في تجميل الموقف التعليمي الرقمي أو في موقف التعليم الإلكتروني، ولكن العبرة بتأثير هذا الموقف على المتعلمين. الهدف استخدام التعليم الإلكتروني من أجل بناء شخصية المتعلم. التعلم هنا هو تعلم متمركز حول المتعلم، بمعنى أنه يركز على المتعلم كوحدة متكاملة. هذه الوحدة تشمل شخصيته، خصائصه، احتياجاته، بيئته التعليمية، المعززات المناسبة التي يمكن تطبيقها مع هذا المتعلم، المحفزات التي يستجيب لها المتعلم أكثر من المحفزات الأخرى، الأنشطة والتكليفات التي تحدث تأثير للتعليم الإلكتروني على متعلم دون متعلم آخر. كل هذه الأمور يجب علينا أن ننتبه إليها عند بناء خطط إجرائية لتوظيف التعليم الإلكتروني بمؤسسات التعليم العالي، وهو أن المتعلم وحدة مكتملة. أنت لا تثقف عقله فقط، أنت تثقف عقله وتبني شخصيته، أنت تنمي لديه مهارات التفكير العليا، وبالتالي عليك أن تعمل داخل بيئة تعليمية أو أن تنشئ باستخدام التعليم الإلكتروني بيئة تعليمية متمركزة حول المتعلم. أيضا نحن في هذه النقطة نتحدث عن تعزيز التعليم والتعلم من خلال التعليم الإلكتروني. كل متعلم له المعززات التي تتناسب معه، سواء كانت معززات أولية أو معززات ثانوية. هذه المعززات أو هذه المحفزات تعمل على جذب المتعلم إلى بيئة التعلم. في عملية التعليم، المعلم والمتعلم والمحتوى، الثلاثة متواجدين مع بعض. عملية التعلم، المتعلم والمحتوى، فلا بد أن يكون المحتوى المقدم من خلال التعليم الإلكتروني محتوى جاذب، لا بد أن يعمل على تشجيع وتحفيز المتعلمين، أيضا عليه أن يعمل على تنمية خبرات المتعلمين من خلال التعليم الإلكتروني. كل تعليم أو تعلم لا يزيد من خبرة المتعلم، ما الهدف منه؟ يعني كل المعلومات مفيدة يعني سيخزنها العقل وستستفيد منها حاليا أو مستقبلا، لكن
إذا لم ينعكس التعليم والتعلم على السلوك وتفكير وعقلية وشخصية المتعلم فما الهدف منه؟ لماذا قدم له في البداية؟ وبالتالي حضرتك لما بتيجي تعمل خطة إجرائية بتتبنى فعالية التعليم الإلكتروني وتأثيره على التعليم، لا تنظر إلى الأداة كأداة كهدف في حد ذاتها، بل تنظر إليها كوسيلة يمكن من خلالها تقديم المحتوى التعليمي إلى المتعلمين. طيب، تعزيز عملية التعليم والتعلم من خلال التعليم الإلكتروني يتوقف على الاستراتيجية التي ستستخدمها، يتوقف على تحليلك لخصائص المتعلمين الذين تقدم لهم هذه المادة التعليمية، يتوقف على الأنشطة التي تنمي خبرات المتعلمين من خلال الموقف التعليمي الرقمي اللي حضرتك بتقدمه. لما بتقدم أي موقف تعليمي رقمي لابد أن يعمل هذا الموقف على تنمية خبرات المتعلمين، بمعنى أن يزيد من خبراتهم التعليمية نتيجة هذا الموقف حسب استعدادهم وقدراتهم وحسب التفاوت العقلي فيما بينهم. ستظهر هذه الخبرات من خلال التقييمات التي ستقوم بها، سواء قمت بها أثناء التنفيذ أو قمت بها في نهاية التنفيذ. أيضا عليك أن تهتم بدور التعليم الإلكتروني في إدارة التعليم أو إدارة تعلم المتعلمين من خلال بيئات التعلم الافتراضية، من خلال التقييم الإلكتروني بصوره المختلفة والممتعة، أيضا من خلال التخطيط لشخصية المتعلم. يمكنك استخدام أي منصة تعليمية ويمكنك استخدام أي نظام تقدم من خلال المحتوى، سواء كان هذا النظام مفتوح المصدر أم مدفوع الأجر. العبرة ليست بالمجاني أو المدفوع، العبرة بانعكاس ما يقدم على شخصية المتعلم. استخدم بيئة تعلم مفتوحة LMS مفتوحة، استخدم LMS مدفوع الأجر. العبرة ليست بالمجاني وليست بالمدفوع، العبرة بأثر ما المحتوى الذي يقدم من خلال هذه المنصة التعليمية وانعكاسه على المتعلمين. عندما تخطط لابد أن تخطط لتنمية شخصية المتعلم، لأن هدف مؤسسة التعليم العالي هي بناء الشخصية المتكاملة للمتعلم. الطالب الذي يخرج من الجامعة دون أن تبنى شخصيته بناء كاملا وبناء صحيحا تكون شخصيته مهزوزة في المجتمع ويكون حامل لشهادة ولكن لا انعكاس لأثر هذه الشهادة عليه. وحضراتكم بتلاحظوا الكلام ده في كثير من الخريجين، وخاصة إن في بعض الأماكن وفي بعض الدول معيار وصول الطالب إلى الثانوية العامة أو ما يعادلها إلى الجامعات بيختلف من دولة إلى أخرى. أحياناً قد تكون في كلية ما والطلاب الذين وصلوا أمامك أو هم وصلوا عن طريق التنسيق فقط لا غير، لا عن ميولهم ولا رغباتهم ولا حتى مهاراتهم التي تؤهلهم لمثل هذه الكليات. وبالتالي حضرتك لابد عندما تخطط لتنمية شخصية المتعلم لابد أن تقوم بتحليل هذه الخصائص وتعرف من أمامك، تعرف الطلاب الذين تقدم لهم المحتوى، تعرف أداة التعليم الإلكتروني المناسبة التي يمكن استخدامها بسهولة ويسر مع هؤلاء المتعلمين. النقطة التالية هي تحسين عمليات التعلم باستخدام أنماط التعليم الإلكتروني. علشان نعمل عملية تحسين للتعلم باستخدام أنماط التعليم الإلكتروني لابد أن احنا ننفذ أبحاث تدعم تحقيق الأهداف التي يسعى المقرر الذي يدرسه الطالب إلى تحقيقها مع هذا الطالب، بشرط تعزيز المهارات المهنية للمتعلمين. أي متعلم علشان يحصل على الشهادة في النهاية وتكون هذه الشهادة انعكاس حقيقي لما درسه لابد أن تتوفر لديه معارف ومهارات وسلوكيات. معارف مرتبطة بهذا المحتوى، سلوكيات تعكس استفادته من هذا المحتوى، ثم السلوكيات والاتجاهات الإيجابية التي يكونها تجاه هذا المقرر أو تجاه هذه المهنة أو تجاه عضو هيئة التدريس أو المؤسسة التعليمية بحد ذاتها. تحسين عمليات التعلم باستخدام أنماط التعليم الإلكتروني من خلال تنفيذ الأبحاث سيكون من أسهل الأمور التي يمكن تطبيقها، نظراً لأن هذه الأبحاث
سيتوفر لها مكتبة إلكترونية زاخرة من خلال المكتبات الرقمية، من خلال بنك المعرفة، من خلال الأبحاث الموثوقة المنشورة عبر شبكة الإنترنت. ستعزز مهارة البحث والاستقصاء لدى الطلاب، ستعكس فهمهم للمحتوى التعليمي الذي سيقدم، وبالتالي عند بناء خطط إجرائية لتعزيز توظيف التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، لابد أن تراعي الأبحاث التي ستطلبها من الطلاب، هل هي تعكس تحقيق الأهداف أم لا؟ هل هذه الأبحاث تعمل على تعزيز المهارات المهنية للمتعلمين أم لا؟ هل تشكل لديهم اتجاهات إيجابية للمادة أم لا؟ عند بنائك لهذه الخطة، لابد أن تضع إمكانات الطلاب نصب عينيك، وهذا يتفاوت من كلية إلى أخرى، ومن جامعة إلى أخرى، ومن دولة إلى دولة أخرى، حسب الإمكانات المتاحة للطلاب وحسب استعدادهم للإنفاق على البحث والاستقصاء. أحياناً قد يعني قد يكون هناك بحث يتطلب من الطالب أن يحصل على بحث معين. عندما تبحث عن هذا البحث قد لا تجده متوفر في المكتبة الرقمية المفتوحة أو في بنك المعرفة مثلاً، وتجده في إحدى قواعد البيانات مدفوعة الأجر. هل لدى الطلاب هنا الاستعداد لدفع هذا المقابل لهذا البحث أم لا؟ وبالتالي الأبحاث التي ستقدم للطلاب عند توظيف التعليم والتعلم الإلكتروني لابد أن تعكس الأهداف، أهداف أي مقرر أو نواتج التعلم المستهدفة المخصصة لهذا المقرر، لابد أن يرتبط بها مجموعة من الأبحاث. لا يقوم الطلاب بتقديم أبحاث عن كل المواد، في بعض التخصصات قد يقبل هذا، في تخصصات أخرى قد يقبل بحث ويقبل جوانب أخرى من التقييم كما سنتحدث لاحقا، ولكن لابد أن يكون هناك جزء بحثي يعمل على تعزيز مهارة البحث والاستقصاء لدى الطلاب، وعلى التعامل مع المكتبات الرقمية، وعلى كيفية إعداد البحوث التي تعكس وتعزز المهارات المهنية. نعم، تحسين عمليات التعليم والتعلم باستخدام أنماط التعليم الإلكتروني يتم من خلال تنمية وعي المؤسسات التعليمية بالتطورات المتسارعة في تكنولوجيا التعليم الإلكتروني. تكنولوجيا التعليم الإلكتروني تكنولوجيا متسارعة. هذه التكنولوجيا المتسارعة قد يلحق بها تباعا الدول المتقدمة والدول التي لها معدل إنفاق تعليمي عالي. الدول الأخرى ستسعى إلى ملاحقة هذا التطور التكنولوجي المتسارع من خلال بعض الخطط الإجرائية التي تقوم على تطبيق نظام المحاكاة مثلا في كيفية تدريب الطلاب وتنمية مهاراتهم على جانب عملي معين لا يستطيعون توفيره داخل المعامل مباشرة، ولكنهم يمكنهم استخدام المحاكاة كأحد الطرق البديلة التي تمكن من نقل هذه الخبرات والمهارات لهؤلاء الطلاب. تحسين عمليات التعلم باستخدام أنماط التعليم الإلكتروني يتم من خلال تحليل وتقييم قدرة المؤسسة التعليمية على تعزيز التعليم الإلكتروني. ينبغي أن تكون هناك مراجعة دورية لتطبيق نظام التعليم الإلكتروني داخل مؤسسات التعليم العالي. الفكرة ليست التواصل عبر الإنترنت مع الطلاب. الموضوع ليس ملفات تنشر على موقع المؤسسة ويدرسها الطلاب بطريقة لا تزامنية، ويقوم المحاضر أو عضو التدريس بتقييمهم في الفصل الدراسي الأول أو في الفصل الدراسي الثاني، ولكن ينبغي تحليل الدائم لقدرة المؤسسات التعليمية على تقديم التعليم الإلكتروني. تعزيز التعليم الإلكتروني داخل المؤسسة يتم من خلال وضع مقترحات لخطط تحسين التي تقوم على سد الفجوة وعلى معالجة أوجه القصور التي توجد داخل مؤسسات التعليم العالي. حضراتكم لما بتيجي تعمل أي تقييم ذاتي لأي مؤسسة بتستخدم أدوات، من خلال هذه الأدوات أو من خلال المعايير بتحدد نقاط القوة وتضع لها خطط تحسين، خطط تعزيز، وتحدد نقاط الضعف أو ما يسمى أحيانا بأوجه القصور وتضع لها خطط تحسين. ينبغي أن تراعي عند وضعك لخطط التحسين أن تتلائم مع مستوى الكلية وعلى إمكاناتها المتاحة. بعد ذلك نصل إلى تحسين خبرات التعليم والتعلم للمتعلمين. خبرات التعليم والتعلم للمتعلمين يتم تكوينها من خلال تواصل فعال ما بين عضو التدريس الذي يقدم المحتوى، ما بين المحتوى الجاذب، ما بين الأداة كوسيلة
بأكد مرة تانية أن الأدوات أدوات التعليم الإلكتروني أو أي أداة تستخدمها لتوصيل المعلومة هي مجرد وسيلة ليست هدف في حد ذاتها. الهدف في حد ذاته هو تأثير في المتعلمين وتشكيل شخصيتهم، تحسين خبرات التعليم والتعلم للمتعلمين في نظام التعليم والتعلم الإلكتروني يتم من خلال استخدام أدوات تتلائم مع كل تخصص كل على حدة، وبالتالي داخل الكلية الواحدة أو داخل مؤسسة التعليم الواحدة على كل قسم أن يجلس سويا ليناقش الأدوات التي يمكن استخدامها لتوصيل هذا المحتوى إلى المتعلمين. تعميم مجموعة أدوات، تعميم مجموعة أنماط يتم تطبيقها على الجميع لن يؤدي إلى تحسين خبرات التعليم والتعلم للمتعلمين، لابد من استخدام أدوات تتلائم مع التخصص العلمي للمتعلمين. ما يصلح للكليات النظرية لا يصلح للكليات العملية، ما يصلح في بعض الأقسام العملية لا يصلح في قسم عملي آخر داخل نفس الكلية. عندما تستخدم الأداة المناسبة ستقوم هذه الأداة بنقل المحتوى سريعا إلى المتعلمين، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين خبرات التعلم للمتعلمين. تحسين خبرات التعليم والتعلم للمتعلمين يتم من خلال مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين. كل متعلم له سماته الذاتية التي تميزه عن غيره من المتعلمين. عند بناء الخطط الإجرائية لتعزيز توظيف التعليم والتعلم الإلكتروني داخل مؤسسات التعليم العالي لابد أن نراعي الفروق الفردية بين المتعلمين. عندما تضع خطة أنت لا تضع هذه الخطة لكل المتعلمين، تضعها بالأهداف لكل المتعلمين، لكن توصيل هذه الأهداف يجب أن يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين. هناك من يستجيب بسهولة ويسر، هناك من يحتاج إلى إعادة شرح، هناك من يحتاج إلى تكليف أو تكليفات أخرى حتى يستوعب المادة العلمية، هناك من يحتاج إلى شروحات طويلة جدا حتى يستجيب لهذا المحتوى أو هذه المادة التعليمية. مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين يؤدي إلى التناغم داخل مؤسسات التعليم العالي، بمعنى لن يشعر مجموعة من الطلاب بأنهم منبوذون داخل المدرج، أو أن عضو هيئة التدريس أو المحاضر يقدم المحتوى التعليمي لفئة دون أخرى. لابد أن يعمل المحتوى على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، ويتم ذلك من خلال التنويع في الأنشطة المرتبطة بهذا المحتوى. هذا شرط أن تكون هذه الأنشطة ملائمة للفروق الفردية بين المتعلمين. طيب كيف تعرف الفروق الفردية بين المتعلمين؟ يتم ذلك من خلال متابعتك المستمرة لهم، يتم ذلك من خلال تحليلك لخصائص المتعلمين في أول يوم من بداية العام الدراسي. الفرقة اللي حضرتك بتدرس لها لابد أنك تبقى عارف خصائصهم، ليست الخصائص التي تأتي لك من القسم الذي تتبعه بأن حضرتك بتدرس في الفرقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة وإن هم هيدرسوا المقرر ده. في بعض الأحيان بيبقى عندك فكرة عن السن بتاعهم، عن الصفات، عن اللي بتميزهم، عن المدارس اللي جايين منها إذا كانوا في الفرقة الأولى. قد تجد تفاوت كبير جدا داخل الفرقة من بين طلاب أتوا إلى هذه الكلية من مدارس دولية ومن برامج متميزة أو من كلية مدارس خاصة أو من مدارس حكومية. التنسيق هو الذي أوصلهم إلى هذا المكان. كل له شخصيته، كل له مميزاته، ولكن هناك تفاوت في الفروق الفردية بين المتعلمين. إذا لم تنتبه لهذه النقطة سواء كان التعليم إلكتروني أو غير إلكتروني لن تستطيع أن تؤثر أو تحسن من خبرات المتعلمين. التعليم الإلكتروني فيه مميزات كبيرة جدا جدا، إن حضرتك الطلبة الضعاف أو الطلبة ذوي التحصيل التعليمي المنخفض ممكن حضرتك من خلال الأدوات التزامنية أو اللا تزامنية إن حضرتك تتواصل معهم على انفصال، ولن يكون هناك حرج نظرا لأنها ممكن تبقى مجموعة مستقلة بعيدة عن المجموعة الأصلية. هنا التعليم الإلكتروني يمكنك من تحسين مستوى خبرات هؤلاء المتعلمين دون أن تسبب لهم أي حرج. الطالب في المدرج ممكن يشعر بالحرج من الإجابة على سؤال معين من الدكتور أو يسأل عن شيء لا يفهمه حتى لا يشعر بالحرج أمام زملائه، وحتى لا يتهم بأنه ضعيف الفهم أو أنه لا يفهم أو أنه سرحان داخل المحاضرة.
لكن من خلال ادوات التعليم الالكتروني تقدر ان حضرتك تنمي يعني تنمي جانب التواصل، او في الحاله دي يبقى تواصل الكتروني لدى المتعلمين، وتنمي خبراتهم وتحسنها من خلال التواصل معهم، من خلال تكلفتهم الخاصه، من خلال اعاده الشرح لهم اذا لزم الامر، او من خلال توجيههم الى بعض المراجع او بعض الملفات المرتبطه بالمحتوى التعليمي الذي تقدمه والتي تمكنهم من تنميه مهاراتهم في هذا المجال. وبالتالي عند بناء الخطه الاجرائيه لابد ان تضع في ذهنك ان هناك فروق فرديه، وضعت في البدايه انها فروق فرديه متباينه وليست متقاربه. لان لو حضرتك بنيت الخطه اللي بتاعتك اللي هتنفذ بيها التعليم الالكتروني على انه الفروق الفرديه متقاربه قياسا على معيار المجموع اللي هم حاصلين عليه اللي جابهم لحضرتك مثلا في سنه اولى، هذا المعيار معيار خادع. لان الطالب في بعض المراحل التعليميه بيتعلم كيفيه اجتياز الامتحان وكيفيه الحصول على الدرجه دون فهم او استيعاب لهذه الدرجه، او دون فهم واستيعاب للمحتوى التعليمي المقدم، وده اللي بيعمل صدمه للاسف لدى بعض كثير من الطلاب عند يعني عندما يندمجون داخل المجتمع الجامعي في الاسابيع الاولى، لانه تعود خلال سنوات طويله على نمط تعليمي معين، تعود على الجزء هيجي في الامتحان يركز عليه يبقى حافظه كويس جدا، ممكن لو في سؤال عليه ممكن يحتفظ بيه ويجهز الاجابه النموذجيه بتاعته، مش متعود على انه ينمي مهارات التفكير العليا اللي موجوده، وانه هو يربط ما بين المحتويات التعليميه التي تقدم اليه ويربط ما بين الخبرات داخل الفرقه اللي هو بينتمي اليها. هو متعود ان هو يجتاز الامتحان باعلى درجه، عنده المهاره دي، اغلب الطلاب عندهم هذه المهاره، هو يستطيع ان يتعامل مع الامتحانات، يستطيع ان يحصل على الدرجه، ولكن ان وضعته في موقف يعكس المهارات التي اكتسبها من خلال هذا المحتوى لن تظهر معه. علشان كده بس لازم حضراتكم لما تيجي تعمل الخطه الاجرائيه لحضرتك علشان تنفذ التعليم الالكتروني لابد ان تضع في اعتبارك ان هناك فروق فرديه متباينه كبيره ما بين المتعلمين. اذا لقيت الفروق الفرديه متقاربه ده يبقى استثناء حاجه كويسه بالنسبه لحضرتك، لكن هي هناك فروق فرديه متباينه بين الطلاب حتى وان اجتمعوا داخل فرقه واحده في كليه واحده. لما بتبني خطتك على ان الفروق الفرديه فروق متباينه ده بيريح حضرتك لما تيجي تنفذ، لان الانشطه عندك هتبقى موجوده وهتبقى معده اعداد مسبق، مش هتضطر انك انت تغير مره ثانيه اذا فوجئت بان العكس هو الصحيح. بالعكس انت لو حضرتك لقيت ان الفروق الفرديه اللي بينهم فروق متقاربه سهل جدا انك انت تديهم نفس الانشطه او انك انت يعني تعمل لها تطوير بسيط وهتبتدي ان هي تؤدي نفس الغرض. لكن الافتراض بان الفروق الفرديه متقاربه وتبني عليها الانشطه هيبقى في مشكله، ان هيبقى التطوير اللي حضرتك هتعمله للانشطه تطوير كبير جدا، وده بيبقى مرهق لعضو اي تدريس. وليه؟ لان الاعباء كثيره. فانت جهز نفسك، اعديت الماده العلميه، اعديت الانشطه، عندك تصور لقصائص المتعلمين وهتكمل هذا التصور واقعيا عند الاحتكاك بهم في اول العام الدراسي من خلال معرفه بيئاتهم الاجتماعيه المختلفه، بمدارسهم التي تلقوا فيها تعليمهم، خبراتهم في الحياه، خبراتهم عن المحتوى التعليمي اللي حضرتك بتقدمه، وبالتالي هتبقى سهل جدا انك انت تطور الادوات الخاصه بهم وهتطور الانشطه اللي انت بتقدمها لهم علشان تعمل مراعاه للفروق الفرديه بين المتعلمين. ايضا لكي نعمل على تحسين خبرات التعليم والتعلم للمتعلمين لابد من دعم اهداف المتعلم الخاصه. المتعلمين جميعا لهم هدف هو اجتياز هذه المرحله التعليميه والحصول على الشهاده باعلى تقدير حتى يستطيع بشكل ما ان يحصل على وظيفه في سوق العمل. ده هدف عام بالنسبه لكل المتعلمين. هناك اهداف خاصه من المتعلمين وهي عمليه الاشباع التعليمي والاكاديمي والمهاري. إشباع المهارة عند بعض الطلاب، بعض الطلاب بيبقى عندهم مواهب، بعض الطلاب بيبقى عندهم مهارات خاصة، بعض الطلاب بيبقى عايز يكتسب كل المهارات المرتبطة بهذا المجال اللي هو بيدرسه، نظرا لأنه ممكن يكون ضامن الوظيفة اللي هو هيشغلها بعد التخرج، فعايز وهيشغل منصب. حضراتكم عارفين أحيانا بيبقى في الفاميلي بيزنس،
فبيبقى الطالب داخل كلية، هو ما هيخرج من الكلية هيتحط على رأس عمل معين داخل الفاميلي بيزنس ده، وبالتالي هو عايز يكتسب كل المهارات، او زي ما بيقولوها عايز يعرف كل اسرار هذه المهنه او اسرار هذا المحتوى، علشان ده هينعكس على ادائه في الشركه او في المصنع الذي تمتلكه اسرته. وبالتالي ايضا هناك بعض الطلاب لديهم مهارات ومواهب في مجالات معينه يرغبون في الظهور، يرغبون في الرياده. لابد ان تدعم الخطط الاجرائيه التي ستتم تطبيقها لهذه الأهداف. لابد أن تعرف أهداف المتعلم الخاصة. كيف نعرف أهداف المتعلم الخاصة؟ من خلال استبيان بسيط يعرض على الطلاب بصورة عامة ما أهدافك من دراستك في هذا القسم مثلا، وتقوم بتجمعها وتقوم بتحليلها ومناقشة الطلاب فيها. ستجد هناك بعض المهارات وبعض الأشخاص لهم أهداف خاصة مرتبطة بهذا المحتوى. اللي مطلوب من حضرتك هنا الخطة الإجرائية بتاعتك تحتوي على بعض الأنشطة التي تدعم المهارات الخاصة التي يسعى بعض الطلاب إلى اكتسابها. الخطط الإجرائية التي تدعم الأهداف الخاصة التي يسعى المتعلمون إلى تحقيقها ده من خلال دراستهم في هذا القسم أو في هذه الكلية. كل متعلم هو وحدة تعليمية منفصلة، هو مشترك مع زملائه في القسم أو في المحاضرة في انهم بيتلقوا هذا المحتوى، لكن هناك تفاوت في طريق في كيفيه تلقيهم لهذا المحتوى. هناك تفاوت في الانشطه حضرتك عديته، ان حضرتك بتراعي في الفروق الفرديه. النقطه اللي بعدها لازم حضرتك تبقى حاطط ان هناك بعض اهداف خاصه لبعض الفئات. هذه الفئات قد تكون مميزه وقد تكون لها ظروف خاصة، ولكن مع بعض الدعم من حضرتك داخل المحاضرة سواء كانت وجه لوجه أو إلكترونية، من خلال دعمك لهذه الأهداف ستعمل على تحسين خبرات التعليم والتعلم للمتعلمين. الطالب إذا شعر بأن الدكتور اللي بيدرس له المادة حريص على دعم أهدافه التعليمية الخاصة من هذا المحتوى، سيزداد إنجذابه للمادة التعليمية، سيزداد تأثره بعضو هيئة التدريس، وبالتالي سيكون اتجاهات إيجابية تجاه العضو وتجاه عضو هيئة التدريس وتجاه المادة وتجاه المؤسسة التعليمية نفسها. دعم أهداف المتعلم الخاصة هو انعكاس للسيطرة الذهنية لعضو هيئة التدريس على المجموعة التي يقدم لها المحتوى التعليمي. حضرتك لما بتبقى عارف كل تفاصيل المجموعة اللي حضرتك بتدرس لها ده بيعكس سيطرتك الذهنية عليهم. هنا السيطرة الذهنية المقصود بيها ايه؟ ان حضرتك عارف تفاصيل كل المتعلمين اللي موجودين قدامك. طبعا هنا في بعض الكليات اللي العدد فيها بالالاف بيبقى الاجراء ده صعب جدا، انك بتدعم اهداف المتعلم الخاصة. فبنغير النقطة دي وبنقول دعم اهداف المتعلمين الخاصة، شرط ان تكون هذه الاهداف اهداف مشتركة. يعني حضرتك الكلية عندك العدد فيها محدود، هيبقى فيه مجموعة أهداف بسيطة خاصة ببعض المتعلمين سهل جدا إن حضرتك تعملها، لكن في الكليات اللي بالآلاف حضرتك هتعمل نفس الإجراء بس هتاخد الأهداف المشتركة للمتعلمين، أهداف خاصة غير الأهداف اللي حضرتك ذاكرها في المحتوى، لقيت إن لهم طلبات تانية. زي ما بنيجي إحنا في الدورات التدريبية وبنقول ماذا تتوقع من هذا البرنامج، حضرتك بتقول مجموعة أهداف، بيبتدي المدرب بعد كده يقول لك احنا في هذه الدوره هناخد الاهداف دي، وبيحاول يربط الاهداف اللي حضراتكم تفضلتم بيها باهداف الدوره التدريبيه بتاعته. طيب اذا لقى هدف او اثنين او ثلاثه لبعض المتدربين اللي هم بس الاهداف دي مرتبطه بالمحتوى اللي هو بيعمله، بيبتدي ان هو يقول ان احنا في نهايه الدوره التدريبيه هنكون غطينا هذه الاهداف، وبيبتدي يعدل في الانشطه بتاعته او في بعض الانشطه بتاعته علشان يحقق هذا الجزء لدى المتعلمين، ويبقى كده عمل اهداف المتعلمين الخاصه. ايضا لكي تعمل على تحسين خبرات التعليم والتعلم للمتعلمين لابد ان تدعم اهداف سوق العمل. حضرتك المشكله في ايه دلوقتي؟ المشكله ان في بعض الكليات وفي بعض مؤسسات التعليم العالي هناك فجوه بين المحتوى الذي يقدم للطلاب في هذه المؤسسات وبين احتياجات سوق العمل. الدليل على الكلام ده ان ممكن تعمل حضرتك استبيان على بعض الكليات، هتلاقي ان هم لما بيستلموا وظائفهم المرتبطه بمجال تخصصهم
اول ما بيجي يستلم الشغل بيقولوا له تعالى احنا هنديك دوره تدريبيه علشان تعرف الشغل بتاعنا ماشي ازاي. طب سؤال، الاربع سنين بقى بتوع الجامعه راحوا فين؟ الاربع سنين بتوع الجامعه اللي هو درسهم، اذا كانت دورات تدريبيه اللي هي شهر او شهرين او ثلاثه اشهر او سته اشهر ايا كانت، كبرت او صغرت، هتغني او هي دي اللي هتعرفه الشغل. طيب الاربع سنوات بتوع الجامعه مصيرهم ايه في هذه الحاله؟ وبالتالي احنا بنبقى يعني بنرجو من حضراتكم ان حضرتك تراعي دايما اهداف سوق العمل. هتراعيها ازاي؟ لما تيجي تعمل خطه اجرائيه، لو فرضنا ان انت عندك محتوى، خلاص عندك مجموعه اهداف، الاهداف دي تم الاتفاق على انها هي اللي هتدرس. وبقول الكلام ده عشان في بعض الكليات بيبقى في صراع يعني غير ملحوظ ما بين الاساتذه الكبار وما بين اعضاء هيئه التدريس في بدايه السلم الوظيفي. كل له منظوره، كل يدافع عن موروثه الحضاري وموروثه التعليمي اللي هو بيقدمه على مدار سنوات طويله جدا، وده اللي بيخلي فيه مقاومه في بعض الاماكن من تطبيق التعليم الالكتروني، واعتقد ان بعضكم لاحظها في الفتره اللي فاتت وهيلاحظها اكثر في الفتره المقبله، ان في جيل هو صعب عليه ان هو يتعامل مع التكنولوجيا. صحيح هو ممكن يكتسبها، بس بعضهم يعني بيلجا الى الطريق السهل والبسيط، هنقدم المحتوى بالطريقه دي. اذا اتحطيت في مثل هذا الموقف، لما تيجي تعمل خطتك الاجرائيه بتعمل الانشطه اللي بتخدم على اهداف سوق العمل من خلال المحتوى اللي بيقدم. انت لما تيجي تطبق المحتوى اللي موجود على محتوى سوق العمل هتلاقي فيه فجوه في بعض الكليات، في بعض التخصصات، في بعض مؤسسات التعليم العالي. يمكن اذا كان في صعوبه، اذا كان المحتوى التعليمي ده محتوى تعليمي مشترك قام بالاشتراك فيه اعضاء القسم جميعا، وعمليه تغييره هتستغرق وقت طويل جدا جدا، او هتجد مقاومه عنيفه داخل القسم لتغيير هذا المحتوى بما يتلائم مع سوق العمل. حضرتك بتخدم على سوق العمل، دي مسلمه، لازم تكون في ذهنك الاول. يعني اي محتوى تعليمي حضرتك بتقدمه لا يخدم سوق العمل هو من قبيل الترفيه العلمي. ما قيمته؟ قيمة المحتوى التعليمي اللي حضرتك بتقدمه تظهر في مهارات الطالب، او هذا الطالب لما يتخرج يلاقي فرصة في سوق العمل بهذه المهارات التي اكتسبها. اذا كان هناك فجوة يقوم ارباب العمل او اصحاب العمل بسدها من خلال الدورات التدريبية، اذا هناك قصور في المحتوى التعليمي الذي يقدم، وبالتالي هناك عجز في خبرات التعليم وتعلم المتعلمين. كيف نحسنها من خلال الخطط الإجرائية للتعليم الإلكتروني؟ أن نراعي عند تنفيذ الأنشطة احتياجات سوق العمل. سد الفجوة ما بين المحتوى التعليمي الحالي اللي حضرتك بتقدمه كما هو، من خلال أنشطة تنمي مهارات الخريج التي يحتاجها سوق العمل. وصولا إلى مستقبلا إلى أن المحتوى التعليمي يعكس ما يحتاجه سوق العمل. بعض الكليات بتعمل الكلام ده وبتشوف سوق العمل عايز ايه، وبتبتدي ان هي تحط المحتوى الملائم لسوق العمل، وبالتالي معظم هؤلاء الخريجين، ودي اقسام في بعض الكليات، اقسام مميزه او اقسام خاصه، هذه الاقسام كل تركيزها على احتياجات سوق العمل، وبالتالي الطالب خلال السنوات اللي بيقضيها في الكليه بيخرج بيجد فرصه بسهوله جدا في سوق العمل وبرواتب مميزه، واعتقد حضراتكم عارفين هذه التخصصات. نظرا لان هي مفيش فجوه ما بينها وما بين سوق العمل، المحتوى اتغير، يعني احتياجات سوق العمل اتغيرت، هم بيغيروا المحتوى بتاعهم. عكس بعض الاقسام الاخرى او بعض المؤسسات الاخرى، تجد هناك فجوه كبيره جدا جدا بين ما نحتاجه الان وبين ما يدرس في هذه الكليات. ممكن انك انت تدرس المحتوى بالطريقه الاكاديميه التخصصيه، يعني بعض الحجج اللي بيصفوا اللي هم بيستندوا اليها ان ده دراسه اكاديميه ولا بد ان يتوسع فيها الطالب. لا باس بالدراسه الاكاديميه الموسوعيه، شرط ان تكون لها ارتباط بسوق العمل الحالي، او شرط ان تدعم هذه الدراسه الاكاديميه الموسوعيه بممارسات تطبيقيه تعكس ما يحتاج سوق العمل. لان الخريج اللي عند حضرتك مش هيخرج هيشتغل او هيدور على شغل. بدل ما يدور على شغل بديل او ياخد اي فرصه عمل لا تتناسب مع الدراسه بتاعته، لا، حضرتك بقدر المستطاع اديله المهارات التي يحتاجها سوق العمل في هذا التخصص، بغض النظر عن انه يلاقي فرصه مباشره او ما بيلاقيش. يعني مساله الوظائف، الاعداد للوظيفه يختلف عن الحصول على وظيفه.
الحصول على الوظيفة عرض وطلب، الإعداد للوظيفة ده دور الجامعة، إعداد وبناء شخصية المتعلم بما يتناسب مع سوق العمل معرفيا ومهاريا ووجدانيا. لأن الطالب إذا خرج وراح لما يروح يعمل مقابلة توظيف ولقى إن التعليم اللي اتعلمه خلال سنوات الجامعة لا يعني لا يمكنه من الحصول على هذه الوظيفة، بتتكون لديه اتجاهات سلبية تجاه الكلية. اتجاهاته السلبية دي بتنعكس على المحيطين حوله، بيبتدي يكون اتجاه سلبي تجاه الكلية في المجتمع المحيط. وبالتالي هنا التعليم الإلكتروني بقى واسع الحيلة كما يقولون في تحسين خبرات التعليم والتعلم للمتعلمين من خلال دعم أهداف سوق العمل، نظرا لأن حضرتك هتبحث عن ما يحتاجه سوق العمل بسهولة ويسر، هيظهر لك عبر الإنترنت، هتبتدي تحط خطتك الإجرائية اللي تسد بيها الفجوة ما بين أهداف سوق العمل وما بين المحتوى اللي بيقدم عند حضرتك. إن أنا واثق إن بعض الكليات ما زالت بتتبع الطريقة الأكاديمية الموسوعية في مجال معين أو تخصص معين بغض النظر عن احتياجات سوق العمل. أهداف سوق العمل هي الهدف الرئيسي الذي يجب أن نركز عليه عند بناء الخطط الإجرائية لتعزيز التعليم الإلكتروني داخل مؤسسات التعليم العالي. النقطة التالية هي تنمية قدرات على الموارد البشرية أعضاء هيئة التدريس والإدارية. الموارد البشرية هي عصب أي مكان، سواء كان أعضاء هيئة التدريس أو الفئة الإداريين، وطبعا كل واحد له دوره، وهذه الأدوار أدوار مكملة لبعضها، لا أفضلية لأحد فئة على فئة أخرى، كل ميسر لما خلق له، كل واحد له مسؤولياته، كل واحد له المهارات اللي المفروض يستخدمها أحسن استخدام علشان ينمي قدراته البشرية. علشان تنمي قدرات الموارد البشرية اللي موجودة عندك، وعلشان تلغي المقاومة في بعض الأماكن من تطبيق التعليم الإلكتروني، لابد أن تشجع أعضاء هيئة التدريس على الإقبال على البرامج التنموية. أعضاء هيئة التدريس بيتدربوا في إلزامياً في البرامج المرتبطة بالترقية، وبيتم الحصول عليها من خلال مراكز القدرات اللي موجودة في الجامعات. المشكلة ليست في الدورة التدريبية نفسها، بل في النظرة إلى الدورة التدريبية نفسها. الدورة التدريبية معدة إعداد معياري، حقيبة التدريبية تشتمل على كافة العناصر اللازمة لها، المدرب معتمد من المركز ومن الجهة أو من الجهة التي يقدم فيها التدريب، المحتوى التعليمي يتم مراجعته باستمرار، لا بأس في هذا. المشكلة في نظرة بعض أعضاء هيئة التدريس إلى هذه الدورات التدريبية. بعضهم بينظروا إليها على أنها مجرد استيفاء أوراق، وبالتالي هو موجود معك في الدورة سواء كانت يومين أو ثلاثة، سواء كانت وجه لوجه أو عبر الإنترنت، كل تركيزه على اجتياز الدورة، اجتياز وقت الدورة دون مشكلات. هو بيلتزم بالتعليمات، إذا طلبت منه حاجة بينفذها، بعد ذلك بينسى أو بعضهم بينسى ما تم مناقشته داخل هذه الدورات التدريبية. تشجيع أعضاء هيئة التدريس على الإقبال على البرامج التنموية لابد أن يكون نابعاً من داخل أعضاء هيئة التدريس وليس من جهة خارجية، لأن عضو هيئة التدريس المطلوب المفروض أن هو يقوم بتحديث نفسه بنفسه باستمرار، وإلا هيبقى هو عنده مشكلة كبيرة، نظراً لأن هتبقى هناك فجوة واسعة بين مهاراتك عضو هيئة التدريس في كلية ما وبين مهارات زميله في كلية أخرى وهي كلية مناظرة. هذا يحدث نفسه باستمرار، هذا طبعا مع مراعاة الظروف المادية والأعباء المرتبطة بأعضاء هيئة التدريس، بقدر المستطاع حاول أنك تنمي نفسك في برامج تنموية من خلال الدورات المجانية أو من خلال الدورات يعني اللي هي مخفضة، من خلال الدورات الإلزامية التي تقدم داخل الجامعة، من خلال الاشتراك مع مجموعة من الزملاء وتقديم برامج، وبالتالي سيكون هناك تعلم أقران وستكتسب مهارة من زميلك وزميلك سينقل لك مهارة، سيكون هناك تكامل بين المجموعة المشتركة. تنمية قدرات الموارد البشرية يتم من خلال تنمية وعي المعلمين بضرورة التركيز على فعالية التعليم الإلكتروني، سواء كان هؤلاء المعلمين
في مرحله التعليم قبل الجامعي او في مرحله التعليم الجامعي. طب هو في هو جالك في التعليم الجامعي، لو معلم التعليم قبل الجامعي ما عندوش وعي بفعاليه التعليم الالكتروني وضروره اكتساب المهارات والتركيز على فعاليه التعليم الالكتروني من خلال تنميه المهاره في استخدام التكنولوجيا وتطبيق التعليم الالكتروني، سيكون لديه اتجاه غير مقبول تجاه توظيف التعليم الالكتروني. قد ينتقل هذا التوجه سلبا او يتسرب الى بعض الطلاب، فياتوا الى الجامعه ولديهم فكره مسبقه غير مرغوبه عن توظيف التعليم الالكتروني. تنميه وعيهم بهؤلاء بضروره التركيز على فعاليه التعليم الالكتروني تخدم اعضاء هيئه التدريس في الجامعه، فان الطالب متقبل لتوظيف التعليم والتعلم الالكتروني، وليس انه ضمن ان المحتوى موجود ويمكنه الحصول عليه بطريقه لا تزامنيه ثم يمكنه العوده اليه مره ومره اخرى. لا، لابد ان يكون لديه اتجاه ايجابي. هؤلاء هذا الاتجاه الايجابي ياتي من خلال تنميه وعي المعلمين بمعلم التعليم قبل الجامعي، او نشر ثقافه التعليم الالكتروني كاداه الزاميه للتواصل مع المتعلم. ايضا تنميه قدرات اعضاء التدريس والهيئه الاداريه يتم من خلال التحقق من مهارات اعضاء التدريس في مجال تعزيز التعلم، والتحقق من مهارات الاداريين في تدعيم اعضاء هيئه التدريس في كيفيه تعزيز التعلم. الادوار متكامله ما بين اعضاء هيئه التدريس وما بين الاداريين داخل القسم الواحد او داخل الكليه الواحده. كل له عمله. عضو هيئه التدريس يجب التحقق من مهاراته في مجالات تعزيز التعلم. كيف يتم هذا التحقق؟ من خلال المراجعه الداخليه. التحقق نوعين، في تحقق داخلي وفي تحقق خارجي. الجزئيه دي المقصود بها التحقق داخل القسم نفسه من مهارات اعضاء التدريس من خلال عمل سيمينار علمي داخل القسم، يتم مناقشة المحتوى الذي يقدمه كل عضو، يحصل على التغذية الراجعة من باقي الأعضاء، ويقدم التغذية الراجعة لزملائه في داخل هذا القسم. الهدف من التحقق من مهارات أعضاء التدريس في مجال تعزيز التعلم هو التأكد من قدراتهم على تعزيز التعلم، ومن التأكد على استخدامهم للاستراتيجيات وأدوات التعليم الإلكتروني التي تنقل المحتوى بصورة تفاعلية مؤثرة تعمل على تعزيز التعلم لدى المتعلمين. الفكرة هنا مش في إن حضرتك بتفتش على عضو هيئة التدريس ولا إنك بتقيمه. حضرتك بتناقش داخليا المهارات المطلوبة لتعزيز التعلم داخل القسم. يعني التحقق هنا مش يعني ليس بمعنى التفتيش وليس بمعنى الرقابه على عضو هيئه التدريس، وانما التاكد او المراجعه. ممكن حضرتك تسميها المراجعه، مراجعه اعضاء هيئه التدريس لانفسهم بانفسهم داخل القسم. بيراجعوا المحتوى التعليمي اللي هم بيقدموه، وبيراجعوا الاستراتيجيات المستخدمه. ممكن حضرتك يكون عندك فكره عن استراتيجيه معينه تقدر تقولها لزميلك هتحسن، يعني لما يطبقها يعمل على تعزيز التعلم، وكذلك بالنسبه له ممكن هو يقول لك على طريقه معينه او يكون له وجهه نظر معينه، نظرا لانه ممكن يكون خبراته اعلى منك في استخدام التكنولوجيا، واستخدام التكنولوجيا المهارات التكنولوجيه متفاوته في الاستخدام ما بين معظم الناس. احيانا انت ممكن تلاقي ابنك او بنتك يعني امهر منك في استخدام الاجهزه التكنولوجيه. ليه؟ لمثلا ان هو بيركز عليها، كل تركيزه عليها، حضرتك عندك تركيزات اخرى او عندك بعض الموضوعات الاخرى اللي بتاخد يعني واخده جزء من التركيز بتاعك. علشان تنمي قدرات الموارد البشريه لابد انك تستخدم التعليم الالكتروني في العمليات الاعلاميه، هنا بقى تعمل اجبار لهم على تنميه مهاراتهم في استخدام التعليم الالكتروني من خلال ان احنا سيكون التواصل من خلال شبكة الانترنت باستخدام أدوات معينة، قد تكون البريد الإلكتروني الخاص بالجامعة، قد يكون الموقع الخاص بالكلية، قد يكون عن استخدام بعض المنصات الاجتماعية أيا كانت. فتجبر أعضاء هيئة التدريس الذين يعني يرغبون عن استخدام التكنولوجيا إلى استخدام هذه التكنولوجيا أو البدء في استخدام هذه التكنولوجيا، نظرا لأن هي أمر لا مفر منه. هو مش هينفع إنه يتواصل. مشكلة كبيرة جدا إنك تلاقي بعض أعضاء هيئة التدريس في بعض الأماكن أو في بعض مؤسسات التعليم العالي يصر إصرار غير مبرر
بين الابحاث اللي تقدمها له مجموعه من الطلاب، والطلاب اللي انا بذكر الحاله بتاعتهم هم طلاب دراسات عليا، يصر ان هم يسلموا له الابحاث بطريقه ورقيه عن طريق البريد الالكتروني، عن طريق البريد العادي وليس عن طريق البريد الالكتروني. طب حضرتك لما هم التزموا بالمنهج اللي حضرتك كلفتهم بيه، التزموا بالوسيله اللي حضرتك طلبتها منهم، التزموا بالتعليمات الخاصه باعداد البحث، والبريد الالكتروني بتاعهم هو اللي متسجل في مؤسسه التعليم العالي، لكن يعني يتحاجج بحيره واهيه ويجبر هؤلاء الطلاب على تسليم هذه الابحاث بصوره ورقيه عن طريق البريد العادي. هو مهاراته التكنولوجيه محدوده. طيب في ظل الظروف اللي موجوده يمكن له ولغيره البدء في اكتساب بعض المهارات المطلوبه لمثل هذا الاجراء. وبالتالي انت هنا بتعمل عمليه اجبار للتنميه، انت بتنميه اجباري لانك هتستخدم التعليم الالكتروني كوسيله في كل العمليات الاعلاميه اللي حضرتك هتشتغل بيها مع عضو هيئه التدريس، واللي هيشتغل بيها عضو هيئه التدريس مع مجموعه الطلاب اللي هو بيدرس لهم. وبالتالي هيكون في نوع من الحراك التكنولوجي، هيكون في نوع من التوجه نحو استخدام التكنولوجيا. هتتغير فئه، هتتغير صورته الذهنيه تجاه استخدام التكنولوجيا، هيبدا ان هو يسال، وخاصه ان العمليات الاعلاميه هنا قد تكون عمليات اعلاميه بسيطه جدا ممكن ان هو يكتسبها بسهوله. الفكره كلها ان لابد ان يحدث عضو هيئه التدريس نفسه باستمرار بما يتناسب مع الوضع الراهن. الوضع الراهن يفرض استخدام التعليم الالكتروني، الوضع الراهن يفرض استخدام التكنولوجيا. تنمية قدرات الموارد البشرية أيضا يتم من خلال تعزيز التميز في التدريس. الممارسات المتميزة داخل أي مؤسسة تعليم عالي لابد أن يتم نشرها داخل هذه المؤسسة. التعليم الإلكتروني مفيد جدا جدا في مثل هذه الممارسات نظرا لسهولة نشر هذه الممارسة بين أعضاء أي التدريس بغض النظر عن أماكن تواجدهم. حضرتك مش محتاج إن هم يبقوا متواجدين في مكان معين، لا، حضرتك مطلوب منك انك انت تنشر هذه الممارسات المتميزه. من الممكن ان تقوم بمكافاه بعض اعضاء التدريس الذين قدموا هذه الممارسات المتميزه حسب امكاناتك. قد يكون قد يكون هذا التشجيع تشجيع معنوي من خلال شهاده تقدير، من خلال كلمه شكر توجه لهم تعكس مجهودهم الذي بذل في هذه الممارسه. هذا التميز في التدريس او هذه الممارسه المتميزه ستنتشر داخل مؤسسه التعليم العالي بمجرد الاعلان عنها، نظرا لان كل شخص يسعى الى التميز، كل عضو هيئه التدريس يرغب في ان تكون ممارساته التدريسيه او اداءاته التدريسيه اداءات متميزه يستطيع بها ان يعلن عن نفسه، ان يعلن عن مجهوده. قد تساعده هذه الممارسات المتميزه في احداث شهره له داخل المجتمع الجامعي. هذه الشهرة العلمية أو الشهرة الأكاديمية قد يكون لها انعكاس اقتصادي عليه من خلال بعض المؤسسات التعليمية الأخرى تطلب اطلاع على هذه الممارسات، تطلب خدماته مثلا في كيفية تنفيذ هذه الممارسات داخل المجتمع، داخل مؤسساتهم التعليمية. أيضا تنمية قدرات أعضاء التدريس والهيئة الإدارية يتم من خلال إنشاء صلات وروابط مع المجتمع المحلي. النقطة دي المقصود بيها إن حضرتك تبقى عارف إنعكاس المادة والمحتوى التعليمي اللي حضرتك بتقدمه على المجتمع المحيط. هذا الإنعكاس سيظهر في خططك الإجرائية من خلال الأنشطة التعليمية التي ستقدمها للطلاب، بحيث إن هي تسد الفجوة ما بين ما يقدم في مؤسسة التعليم العالي وما يحتاجه سوق العمل. وإنشاء صلات وروابط مع المجتمع المحلي سيكون باستخدام التكنولوجيا، سيكون باستخدام التعليم الإلكتروني، سيكون باستخدام أدوات التعليم الإلكتروني المتزامنة وغير المتزامنة، وبالتالي سيكون هناك روابط قوية جدا جدا بينك وبين المجتمع المحلي. هذا المجتمع سيقدم لك تغذية رادعة،
هذه التغذية الراجعة ستفيدك عند تطوير المحتوى التعليمي الذي تقدمه، ستفيدك عند سد الفجوة المهارية بين المهارات الموجودة حقيقة داخل نواتج التعلم اللي حضرتك بتقدمها في المادة وما بين احتياجات سوق العمل. تطبيق الممارسات المتميزة. الممارسة المتميزة قد تكون ممارسة متميزة في مكان وقد تكون ممارسة عادية في مكان آخر، هذا يتوقف على إمكانات المكان. الممارسة المتميزة تعكس الفهم الدقيق للأهداف. الممارسة المتميزة تعكس قدرة عضو هيئة التدريس على استخدام خبراته الأكاديمية في مواقف تعليمية. من الممارسات المتميزة اللي احنا ممكن نحطها في اعتبارنا عند بناء الخطط الإجرائية للتعليم اللي هو التعلم الإلكتروني هي التعاون مع الكليات المشابهة في نظام تعليم إلكتروني موحد تخفيضا للتكلفة. بدل ما كل مؤسسة تعليم عالي تعمل لنفسها نظام تعليم إلكتروني، ممكن الكليات المتشابهة تتبنى نظام. تبني نظام موحد يتفق عليه أعضاء هيئة التدريس، إن اتفقوا سيؤدي إلى تخفيض التكلفة، سيؤدي إلى ظهور ممارسات متميزة نظرا لأن هيبقى البيئات التعليمية أو المنظومات التعليمية هنا متباينة ومختلفة، وبالتالي قد تظهر بعض الممارسات التي يمكن تعممها كممارسات متميزة على كل الكليات أو على كل المؤسسات التعليم العالي في كلية معينة أو في تخصص معين. من مميزات التعليم الإلكتروني أيضا أنه يعني أداة متنوعة سهلة الاستخدام، يمكنك عن طريقه تخفيض التكلفة من خلال استخدام بعض المصادر مفتوحة المصدر أو بعض المنصات مفتوحة المصدر أو بعض المنصات المجانية. إذا الكليات المتشابهة تبنت نظام موحد، سيقوم أعضاء هيئة التدريس بتطوير المحتوى بما يتناسب مع هذا النظام الموحد، وبالتالي سيظهر محتوى محدث. إذا حضرتك عملت تحديث للمحتوى أكيد هتنظر للممارسات المتميزة دولياً، وبالتالي لما بنيجي نطبق الممارسة المتميزة مش لا ننظر فقط إلى الممارسة المتميزة داخل البيئة المحلية، بل ننظر إلى المشابه لها إقليميا ودوليا. لماذا؟ إن الوضع الطبيعي إن حضرتك بتعد الخريج في الصورة المثالية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي حسب أي دولة. التعاون مع الكليات المشابهة سيؤدي إلى تخفيض التكلفة، وبالتالي يمكن الاستفادة من الميزانيات المتوفرة في تدعيم أنشطة أخرى تنعكس على مهارات الطلاب. تبني نظام تعليمي موحد يعمل على تطوير هذا النظام، نظرا لأن كل الكليات المتشابهة هتقدم تغذية راجعة عن كيفية توظيف أو تنفيذ المحتوى من خلال هذا النظام. ستظهر نقاط قوة سيتم العمل على تعزيزها، ستظهر نقاط ضعف سيتم العمل على تحسينها أو معالجتها، وبالتالي يمكن تطبيق الممارسات المتميزة المتشابهة محليا ودوليا. أيضا من الممارسات عند تطبيق الممارسات المتميزة ينبغي قياس أثر التعاون الفعال مع المؤسسات المتناظرة على الفعالية التعليمية. التعاون الفعال ما بين المؤسسات المتناظرة قد يتم بصورة في بعض الحالات بصورة شكلية من خلال بروتوكولات تعاون هذه المؤسسة توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة أخرى وينتهي الأمر عند هذا الحد، لأن بعض الجهات بتسعى إلى سرد عدد من البروتوكولات، عدد من اتفاقات التعاون أو اتفاقيات التعاون ما بين جهات متناظرة وجهات، وقد تكون إحدى هذه الجهات جهات دولية، وينتهي الأمر عند هذا الحد. تدخل على الموقع بتاع المؤسسة تجد بروتوكول تعاون مع مؤسسة كذا، بروتوكول تعاون مع شركة كذا، بروتوكول تعاون مع مصنع كذا. طيب من انعكاس هذه البروتوكولات على الأداءات التعليمية أو على الفعالية التعليمية، وحتى الأساتذة الذين يعملون في مجال الجودة
بيركزوا على هذه النقطة تركيزا شديدا. بيطلب لما يلاقي المؤسسة عاملة أكثر من 20 أو 25 بروتوكول تعاون مع كل الجهات التي يمكن أن تتعاون معها. هذا من الناحية الشكلية مقبول، أو من ناحية وجود بروتوكولات موجود بروتوكولات. انعكاس هذه البروتوكولات على الفعالية التعليمية هو الأساس. حضرتك عملت بروتوكول مع مصنع سين، كم واحد من كليتك راح يشتغل في مصنع سين؟ عملت بروتوكول مع شركة صاد، كم واحد من الكلية بتاع حضرتك أو من القسم ده اللي عمل البروتوكول اشتغل في هذه الشركة؟ هو ده انعكاسه على الفعالية التعليمية، إن كان الفعالية الممارسات المتميزة التي تم تطبيقها والتعاون الفعال مع المؤسسات انعكس إيجابا على العلاقة ما بين مؤسسة التعليم وما بين الجهة اللي حضرتك عامل معاها البروتوكول. لما عملت بروتوكول عرفت هم عايزين ايه، فطورت المحتوى اللي موجود عندك بقى دي ممارسة متميزة. عدد من الخريجين اللي عندك كبر او صغر، العبرة بان في حالات موجودة وليس بالعدد، لان العدد مرتبط بمسألة العرض والطلب وامكانات المصنع وطاقته الاستيعابية. كل هذه الاجراءات كل هذه الجوانب هي اللي بتحدد الكثافة اللي هو هيعينها. انا يهمني حالة او اتنين او تلاتة من الكلية او من القسم اشتغل في الشركة اللي حضرتك عامل معاها بروتوكول، وإلا تقول لي إيه اللي عامل بروتوكول ليه أصلا؟ إلا إذا كان البروتوكول ده الهدف منه إن إحنا نعرف فقط احتياجاتهم لسوق العمل. هنا هتبقى الممارسة ممارسة متميزة. هحط في اعتباري إن أنا لما جيت عملت البروتوكول ده عملته على أساس إن أنا عايز أعرف هم محتاجين إيه في الخريج. بس ده الاتفاق بيني وبينهم. في جهات أخرى ممكن توقع معاها بروتوكول ويقول لك يعني توظيف عدد من الخريجين، تيجي عند النقطه دي ما تلاقيش ولا واحد متوظف، وتلاقيه جايب من تخصصات ادنى، وخاصه في الجوانب المهاريه. يعني ممكن تلاقي طالب متخرج من كليه ما، كليه عمليه، وهو واخد من احدى الدبلومات المناظره ليها. ليه؟ يقول لك الشخص اللي معاه الدبلوم قد يعني احيانا بيبقى من الناحيه المهاريه اعلى من خريجي بعض الكليات من الناحيه العمليه. من الناحيه النظريه هو شاطر جدا في الصنعه، ممكن يعني ينفذ الاجراء العملي من غير ما يبقى عارف كل التفاصيل النظريه المرتبطه بكل هذه الاجراءات. هو ضعيف من الناحيه المعرفيه لكنه قوي جدا جدا من الناحيه المهاريه. صاحب المصنع عايز العامل الماهر، مش عايز حد يشرح له نظري، هو عايز حد شاطر عملي لما يقف على معدة معينة يبقى عارف بيشغلها ازاي، لما يقف على خط انتاج معين يبقى عارف ايه اللي بيتم فيه وايه الخطوات بتاعته، وان ما يطلع بيبقاش فيه نوع بيبقاش فيه كم كبير من الهدر في الانتاج. لما بنقيس اثر التعاون الفعال مع المؤسسات المتناظرة على الفعالية التعليمية اللي بتشمل المعلم العضو هيئة التدريس وبتشمل الطالب وبتشمل المحتوى وبتشمل البيئة التعليمية، كل جوانب المنظومة التعليمية، بنعرف ايه اوجه القوة اللي موجودة فبنعمل لها تعزيز، وبنعرف اوجه القصور اللي هي بتحتاج الى معالجة. ايضا عند تطبيق الممارسات المتميزة ينبغي تبني معايير مرجعية معينة. ايه المرجع بتاعك اللي حضرتك بتعمل بتقيس عليه الكلية اللي عندك؟ سواء كان هذا المعيار معيار محلي اصدرته هيئة معينة داخل الدولة، أو معيار دولي متفق عليه كالأيزو مثلا في التخصص اللي حضرتك عايزه فيه. المعيار هنا بيبقى معيار عام حاكم على نفس الفئات المتناظرة أو الفئات المتشابهة. لما حضرتك بتيجي تعمل خطة إجرائية وتتبنى معايير مرجعية، أنت بتساعد على الحفاظ على قدرة المؤسسة التنافسية، نظرا لأن المعيار اللي حضرتك بيطبقه شخص آخر في كلية متناظرة، وبالتالي مستوى التنافسية هنا هيبقى متقارب وبيحافظ على القدرة التنافسية مع المؤسسات الأخرى. بعض الكليات الخريج بتاعها بيجد فرصة في سوق العمل، والبعض الآخر لا يجد فرصة. طيب نسد الفجوة دي إزاي؟ إنك بتطبق معايير موحدة، معايير مرجعية. هذه المعايير يتم تطبيقها على الكليات المتناظرة، هتعرف المستوى اللي موجود فيه. طبقا لو خدنا مثال مثلا معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، هتلاقي ان قواعد القياس المتدرج اللي موجود عبارة عن اربع مستويات، واحد واثنين وثلاثة واربعة.
مستوى واحد واثنين غير مقبولين، مستوى ثلاثة هو المستوى المقبول اللي بتحصل بيه الكلية أو اللي بتحصل بيه المؤسسة أو البرنامج على الاعتماد. المستوى الرابع بتوجد فيه بعض الممارسات المتميزة. لما بتستخدم المعايير دي مع الكليات المتناظرة بتبقى عارف الفجوة فين ما بين الكليات، سواء كان على مستوى المؤسسة ككل أو على مستوى البرامج المتناظرة داخل هذه المؤسسات. من هنا بيبان لك الفجوة أو بيبان نقاط القوة اللي موجودة عندك، فأنت بتحسنها بتعززها، أو نقاط الضعف فأنت بتعمل على تحسينها، وبالتالي أنت بتعمل على الحفاظ على قدرة المؤسسة التنافسية مع الكليات المتناظرة. ممكن لو حابب أنك أنت تستخدم معيار دولي لا بأس، لكن الفكرة اللي عايزين نأكدها لازم الأول لو في معايير محلية موجودة عندك لازم تطبقها الأول، وبعد كده تطبق المعيار الدولي، المعيار المحلي اللي موجود، لان المعيار اللي عملته هيئه معينه او جهه معينه داخل اي دوله عملته في ضوء حاجتين، في ضوء الواقع الخاص بمؤسستها وفي ضوء الممارسات الدوليه. بعض الجهات بتعمل موائمه ما بين الاثنين، فبتجيب الممارسات الدوليه التي تتناسب مع الواقع، ما ينطبق على دوله لا ينطبق على دوله اخرى. لازم حضرتك الاول تتاكد ان مؤسستك أو مؤسسة التعليم العالي اللي حضرتك بتنتمي إليها قادرة على تطبيق المعايير المرجعية المحلية أولا ثم الدولية ثانيا. من الخطورة ومن الخطأ ده رأيي شخصي إن تلجأ مباشرة إلى تطبيق المعيار الدولي دون اجتيازك للمعيار المحلي. يعني أنت حضرتك حصلت على طبقت معيار دولي، جايب معيار دولي خارجي لنفس التخصص بتاع حضرتك او لكليه متناظره مع حضرتك وبتطبقه على الكليه، في حين ان المعيار المحلي اللي موجود في دولتك انت لسه ما طبقتوش. يعني هتحافظ على قدرتك التنافسيه هنا ازاي؟ اساسا انت ما انتش عارف الفجوه التنافسيه ما بينك وما بين الكليات المتناظره محليا. اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ايه؟ حضرتك هتطبق المعايير اللي موجوده داخل دولتك الاول، ثم بعد ذلك بعد اجتيازك لهذه المعايير وبعد حصولك على المستوى المناسب طبقا لقواعد القياس المتدرج اللي بتختلف من حسب الدوله اللي حضرتك بتنتمي اليها، بعد كده تطبق المعيار الدولي. هنا الاجراء ده هيبقى اجراء منطقي واجراء مقبول، لان بشكل ما ممكن في بعض الحالات وفي بعض المعايير الدولية دون تحديد ممكن انك انت تحصل على الشهادة. لما تيجي تطبق المعيار المحلي اللي موجود عندك ممكن ما تحصلش عليه، وبالتالي هنا انت في حرج. وفي الحقيقة المؤسسة الدولية اللي منحتك الشهادة في حرج ايضا، ان ازاي ان هي ادتك، يعني ازاي انت استطعت انك انت تجتاز المعيار الدولي في حين انك انت عاجز عن تطبيق المعيار المحلي. النقطة دي عند بناء الخطط الإجرائية للتعليم الإلكتروني، لو حضرتك هتتبنى معايير معينة للتعليم الإلكتروني تشوف لو في معايير داخل الدولة بتاعت حضرتك ليها طبقها الأول، لأن ده ملائمة للواقع الحقيقي اللي موجود عندك، وعلى التوالي أو على التوازي ممكن تطبق المعيار الدولي حسب الاستعداد اللي موجود عند أعضاء التدريس اللي يطبقوا، حسب الاستعداد عند الهيئة الإدارية اللي هتساعدهم، حسب إمكانات المؤسسة، حسب بنيتها التكنولوجية. أيضا من الموجهات عند بناء الخطط الاستراتيجية لتعزيز توظيف التعليم الإلكتروني بمؤسسات التعليم العالي سهولة الوصول للمحتوى. وسهولة الوصول للمحتوى مش معناه إن حضرتك هتعمل المحتوى وتحفظه بصورة PDF وتنشره على الموقع، لا، لابد انك تصمم المنهج اللي حضرتك هتقدمه بالشكل الذي يدعم تكنولوجيا التعليم الالكتروني، وفي نفس الشكل الطريقه اللي تلزم او يعني تيسر على المتعلمين التسجيل في المقررات الكترونيا، وفي نفس الوقت اللي توفر المعلومات على موقع المؤسسه تتيح خيارات الدراسه وكيفيه ومكان الوصول للتعلم. ده معناه ايه؟ معناه ان حضرتك لابد انك انت تتمكن من ادوات التعليم الالكتروني وادوات بناء المحتوى الالكترونيا.
علشان لما تنشره على الموقع الخاص للمؤسسة أو على أي موقع لابد إن يبقى الوصول إليه سهل جدا وميسور وفي متناول جميع الدارسين على اختلاف بيئتهم وعلى اختلاف سرعة الإنترنت اللي موجودة عندهم. حضرتك في بعض الأماكن سرعة الإنترنت فيها بطيئة جدا، الشبكة غير مستقرة، نظرا لأن قد تكون المنطقة وعرة، قد تكون هناك بعض العوائق التي تعوق الإشارات أو يعني التزامن ما بين الأجهزة، أو تكون الإشارة غير متقطعة، أو تكون الكهرباء غير مستقرة، أو تكون هناك تقادم في الأجهزة المستخدمة. وبالتالي لابد إن حضرتك تعمل على تيسير كافة الوسائل التي تمكن الطالب من الوصول لهذا المحتوى مع التنويع في عرض هذا المحتوى. قد يعتقد البعض ان فكره المحتوى طالما اتعمل اتحفظ بي دي اف اتحط على الموقع خلاص انتهى الموقف على كده. لا، لو حضرتك لما بتيجي تقدم مقرر الكتروني هناك ادوات كثيره لابد من استخدامها ولابد من التنويع في استخدامها داخل المحتوى الواحد حتى يكون هناك عوامل جذب وحتى لا يمل الطالب وحتى يكون هناك نوع من التشويق والجذب ل هذا المحتوى. أيضا من النقاط المهمة جدا تنويع الأنشطة الملائمة للموقف أو للمحتوى التعليمي. حضرتك لما بتصمم النشاط لابد أن يكون هذا النشاط مرتبط بناتج التعلم اللي حضرتك نفذته داخل الموقف التعليمي الرقمي باستخدام استراتيجيات التعليم الإلكتروني. طيب لما بتصمم نشاط لابد ان هذا النشاط يشجع المتعلمين على الاشتراك بفعاليه في عمليه التعلم. النشاط ممكن يبقى نشاط فردي، ممكن يبقى نشاط ثنائي، ممكن يبقى نشاط جماعي. الفكره كلها في ايه؟ الفكره في ان هذا النشاط لابد ان يشجع الطلاب على الاندماج داخل تنفيذ هذا النشاط. هذا الاندماج سينعكس على فعاليه التعليم والتعلم لدى المتعلمين. تصميم الأنشطة التعليمية وتوظيفها لابد أن يعكس فهم عضو هيئة التدريس للتكامل المعرفي بين جميع نواتج التعلم التي قدمها داخل مقرره وبين المقررات الأخرى داخل الفرقة أو الفرق الأخرى. يعني إيه؟ يعني حضرتك لازم تبقى عارف المحتوى اللي حضرتك بتقدمه مرتبط بإيه داخل الأقسام الأخرى في الفرقة أو في الفرق الأخرى. بتدرس مادة معينة، المادة دي لها ارتباط بشكل ما بمادة أخرى، قد يكون هناك تكامل، قد يكون هناك في تكامل معرفي بينهم، قد تكون يعني في أحيانا لما بتيجي تفحص الجزء ده ممكن تلاقي فيه نوع من التكرار. هنا حضرتك هتلغيه، قد تكون متناظرة ولكن بصورة تفصيلية في مكان وبصورة مجملة في مكان آخر. لما بتراعي التكامل ده بتصمم أنشطة ملائمة للمحتوى التعليمي ولكن في ضوء خصائص المتعلمين. فحضرتك لما بتيجي تعمل النشاط بتنظر إلى نواتج التعلم المستهدفة اللي حضرتك المفروض بتقدمها، بعد كده بتشوف التكامل ما بين المواد الأخرى داخل الفرقة والفرق الأخرى. أيضا تنوع الأنشطة الملائمة بيتم من خلال تقديم الخبرات التعليمية التي تساعد المتعلمين على تحقيق الأهداف المطلوبة. الخبرات التعليمية اللي حضرتك بتقدمها لهم لابد أنك تراعي فيها أساليب التعلم اللي هم بيفضلوها. كل طالب له مستوى، يعني له أسلوب تعلم بيفضله. في أساليب التعلم انعكاس لخصائص المتعلمين المتنوعة. حضرتك لما بتيجي تراعي أساليب التعلم بتراعي أساليب التعلم التي تلائم أغلب الطلاب إذا كانت المجموعات كبيرة، أو التي تراعي كل الطلاب قدر المستطاع إذا كانت المجموعات صغيرة. لما بتيجي تعمل تنوع في الأنشطة بتختار الطلاب حسب أسلوب التعلم اللي بيفضلوه. يعني حضرتك هتحط في خطتك الإجرائية اللي انت هتنفذ بيها التعليم الإلكتروني ان كل مجموعة طلاب بتجمعهم خصائص
معينه، هذه الخصائص ستؤدي الى سرعه انجاز النشاط بتجمعهم، ويبقى دي المجموعه، مجموعه الف، مجموعه باء، مجموعه جيم، على حسب الخصائص المشتركه اللي موجوده بينهم وعلى حسب اسلوب التعلم اللي هم بيفضلوه قدر المستطاع. ليه؟ لان اذا كان في واحد يعني له اسلوب تعلم والاخر له اسلوب تعلم بعيد الى حد ما عن هذا الاسلوب، هيبقى التكامل بينهم تكامل ضعيف جدا، او هيبقى في نوع من الاتكاليه، واحد هينفذ النشاط واحد بيكتب اسمه، وده اللي الخطا ده بيجي نتيجه سوء توزيع المجموعات. لما بتيجي تعمل توزيع للمجموعات بتعمل توزيع عادل للمجموعات. توزيع العادل ده بناء على خصائصهم وبناء على اسلوب التعلم الملائم لهم، فبتديهم النشاط الذي يتناسب مع هذا الاسلوب، تديهم النشاط الذي يتلائم مع الخصائص العامه لشخصيتهم. تنوع أنشطة متنوعة، ممكن أن حضرتك تستخدم دراسة الحالة، ممكن تستخدم تقارير بحثية، ممكن تستخدم نظام المحاكاة. كل المعدات وكل الأدوات التي تحتاج إلى تغيير في الكليات أو في المؤسسات التعليم العالي والتي تعجز ميزانية هذه المؤسسات على الوفاء بها، يمكن الاستفادة من نظام المحاكاة في تنفيذ الأنشطة المرتبطة بالمحتوى المعرفي المرتبط بهذه الجزئية. ممكن تستخدم المشروعات، وممكن تستخدم الدردشة، توجه الطلاب إلى الاستفادة من أدوات ووسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الأهداف التعليمية وليس استهلاك الوقت. يعني حضرتك هتوجههم أنهم يستهلكوا الوقت بطريقة مفيدة جدا بما ينعكس على المحتوى التعليمي اللي حضرتك بتقدمه من خلال انشاء مجموعات. ممكن على سبيل المثال مثلا ممكن تستخدم الواتساب في انشاء مجموعات، هذه المجموعات تتواصل مع بعضها وحضرتك هتبقى شايف الدردشه او الحوارات اللي بتتم بينهم من خلال التكليفات ومن خلال الردود. للاسف الشديد احيانا بيساء استخدام هذه المجموعات وتجد امور فيها كمان يرسل لك اشياء في الصباح واشياء في المساء واشياء في المناسبات، ف تجد مشكله في يعني استيعاب الجهاز او في ذاكره الجهاز لاستيعاب مثل هذه الامور. حضرتك لما تيجي توجههم لاستخدام الدردشه لابد انك بتحط ضوابط، وهذه الضوابط ضوابط صارمه. ليه؟ لان الطلبه لابد ان يلتزموا ان ده دي حتى لو هي على الواتساب او اي منصه اجتماعيه هي مكان تعليمي او هي اداه تعليميه، لابد من الالتزام بالضوابط المخصصة لها وعدم تجاوزها. ومن يريد أن يعني يرسل تحياته لأشخاص معينين يمكنه مراسلتهم على الخاص وليس على المجموعة العامة. يمكن استخدام الاختبارات كأداة فعالة، يقوم الطلاب باستخدام مثلا أسئلة الاختبار Open Book ويستعينوا بها في التوصل إلى الحل، ومن خلال هذه الطريقة مع المشروعات التي سيقدمها الطلاب تستطيع تنويع الأنشطة الملائمة. هنا السؤال، كيف نستخدم الاختبارات كأنشطة ملائمة للمحتوى التعليمي؟ المقصود هنا ليس الاختبار بالشكل التقليدي المتعارف عليه أنه امتحان بيؤديه الطلاب فقط، ولكنه أداة تقييمية ونشاط في ذات الوقت. أداة تقييمية كل طالب يعرف بيه مستواه، وأداة وكنشاط يعكس فهمهم للمحتوى التعليمي اللي حضرتك بتقدمه. طيب لما نيجي لجزئية الاختبارات، جزئية الاختبارات بتنقلنا مباشرة لمرونة عمليات التقييم. حضرتك لما بتيجي تعمل تقييم بتعمل تقييم علشان تصدر حكم في ضوء معيار، وبعد كده تنتقل إلى التقويم، إن حضرتك هتحدد نقاط القوة وتحط خطط تعزيز ليها وهتحدد نقاط الضعف وهتحط لها خطط تحسين. عمليات التقييم في التعليم الالكتروني عمليات مرنه جدا، فلما حضرتك تيجي تعمل الخطط الاجرائيه لتنفيذ تعزيز التعليم الالكتروني ومؤسسات التعليم العالي لازم تجمع ما بين التقويم التكويني والتقويم النهائي. التقويم التكويني اللي بيتم اثناء الشرح واثناء تنفيذ المحتوى مع المتعلمين، التقويم النهائي اللي بيتم بعد الانتهاء من هذا التنفيذ. شرط ان حضرتك توفر المعلومات المرتبطه بهذا التقويم للمتعلمين اللي احنا بنقول عليه مبدا الشفافيه في التقويم.
جميع الإجراءات المرتبطة أو التعليمات المرتبطة بعمليات التقييم لابد أن تكون معلنة وواضحة للطلاب منذ بداية العام الدراسي حتى يعرف كل طالب ما له وما عليه. أيضا حضرتك مطالب هنا عند بناء الخطط الإجرائية أنك تعمل تنويع لاستخدام استراتيجيات التقويم عبر الإنترنت. ممكن تستخدم البورتفوليو الإلكتروني. البورتفوليو الورقي معروف اللي هو ملف بيتجمع فيه الأنشطة اللي تم تكليف الطلاب بها بعد تقييمها من عضو هيئة التدريس. ممكن نعمل نفس البورتفوليو ده بصورة إلكترونية يتم تخزينه عبر الموقع الرسمي لمؤسسة التعليم العالي أو عبر جوجل درايف مثلا أو عبر السحاب، يعني أي منصة مسموح بها إن حضرتك أو متفق إن أنتوا هتعملوا تخزين للبورتفوليو الإلكتروني عليها. هتستخدم الاختبارات الإلكترونية بكافة صورها، سواء كان الطالب هيكتب فيها، سواء كانت هتبقى اختيار من متعدد، سواء كانت هتبقى دراسات حالة وهو يعلق عليها أو يبدو رأيه فيها، سواء كانت هتبقى رحلات معرفية كأداة تقييمية. كل الاختبارات سواء كان الطالب هياخد فيها تغذية راجعة مباشرة أو هياخد تغذية راجعة بعد الانتهاء من إعادة الدراسة لهذا الجزء حسب رؤيتك، طبعا رؤيتك لاستجابات الطلاب على هذا الاختبار من خلال المشروعات الإلكترونية التي يتم تنفيذها سواء كانت تتم تنفيذها بصورة فردية أو بصورة جماعية. هنا المشروعات الإلكترونية اللي بينفذها الطلاب للأسف هي طبعا من الممارسات المتميزة جدا جدا عملية المشروعات، لأنها بتحفز التقارب ما بين الطلاب إذا أحسن انتقاء المجموعات وتكوينها، وده عبء على حضرتك لابد أنك أنت تبقى مرن جدا جدا فيه، تبقى عارف إيه الخطوات اللي مطلوبة لتنفيذه من خلال تحليلك الدقيق لخصائص المتعلمين. لكن يساء استخدامها من ان الطلاب احيانا بيعملوا عمليه نسخ للمشروعات مع اعاده او عمل بعض المونتاج لبعض المشروعات واعاده تغيير بعض الكلمات. لما بتيجي تكلفهم بمشروعات لابد ان كل مشروع يكون محدد لفئه معينه او مجموعه معينه. احيانا عضو هيئه التدريس بيديهم مجموعه مشروعات وهم يختاروا منها. فتلاقي مشروعات معظم الطلاب دخلوا فيها ومشروعات طلاب عددهم بسيط جدا هم اللي التزموا بيها. حضرتك مطلوب منك انك انت زي ما قلت تعمل توزيع عادل للمجموعات، وفي نفس الوقت كل مجموعه ممكن تاخد رايهم في اختيار الانشطه في البدايه اذا كانت المجموعه صغيره، وممكن انك انت لو المجموعه كبيره وهيؤدي الى حدوث بلبله في عمليه التصويت، لا ده النشاط ده للمجموعه دي او للمجموعه الاخرى، ان حضرتك تطلب منهم ان هم ان كل واحد منهم يلتزم بالمشروع اللي حضرتك محدده له. ومن الممارسه المتميزه في هذا الاجراء ان حضرتك تلزم كل واحد فيهم ان يبعت لحضرتك تقرير باللي قدمه في هذا المشروع. لان لو المشروع عليه خمسه ممكن تلاقي اثنين هم اللي شغالين والثلاثه التانيين دول مكتوبين كده او يعني زمايلهم بقوا بيجاملوهم، لا حضرتك لازم كل واحد منهم يقول لك دوره ايه، ممكن انك انت تناقشه في هذا الدور اذا كان عندك اختبار شفهي، ممكن انك انت تستخدم المشروع كاحد الادوات لتنفيذ الاختبار الشفوي عشان تعرف كل واحد منهم عمل ايه بالظبط وقدم ايه داخل المجموعه. ايضا ممكن انك انت تعمل تنفيذ لتقييم الاقران، ان كل ديت النشاط كل مجموعه اشخاص ممكن واحد او لزميل ليه وممكن مجموعه لمجموعه اخرى، وممكن يعني ممكن يبقى فردي ممكن يبقى ثنائي ممكن يبقى مجموعات. هنا الالزام اللي عليك ان حضرتك لازم تبقى عامل قواعد قياس متدرج لعمليه التقييم بحيث انك انت تبعد عن عمليه الشخصنه. تقييم الاقران وسيله فعاله لانهم بتخليهم يتعلموا من بعض، لكن احيانا بيساء استخدامها اذا ما كانش في ضوابط ملزمه للجميع باتباع هذا التقييم. تقييم الاقران لما بيرتبط بمقياس متدرج هم متدربين عليه وعلى كيفيه استخدامه بيؤدي الى نتائج مذهله، لان الطلاب ممكن يقبلوا من بعضهم البعض، يعني ممكن يقبلوا النقد من بعضهم، لكن من عضو هيئه التدريس بيبقى النقد جارح هنا لانه طبعا بيعتبر ان صورته اتهزت قدام استاذه، وبالتالي ممكن يبقى يعني تكون لديه اتجاه سلبي تجاه الماده، عكس زمايله بيقيموا بعضهم كل مجموعه بتقول رايها، بيعيدوا التقييم مره، بيعيدوا العمل مره ثانيه او التنفيذ مره ثانيه وبيعيدوا التقييم، فبيحصل في النهايه على اعلى الدرجات.
العبرة هنا مش بالحصول على أعلى درجة، العبرة التمكن من تنفيذ النشاط. لأن هي المحك مش إنك أنت عايز ناس تاخد درجات عالية وناس تاخد درجات منخفضة، لا، العبرة إن حضرتك عايز تعمل تقييم للأقران علشان يتعلموا من بعضهم وعلشان يبقى فيه نوع من التواصل الفعال بينك وبينهم. ايضا مرونه عمليات التقييم بتسمح لك انك انت تستخدم الاختبارات الشفهيه، وانا قلت لحضرتك انك انت ممكن تربط المشروعات بالاختبارات الشفهيه علشان تعرف كل طالب عمل ايه وكل عضو كان دوره ايه في الفريق. مرونه عمليات التقييم بتسمح لك انك انت تطبق نظامين. نظام بنسميه نظام التقييم السيكومتري او اللي هو جماعي المرجع، ونظام التقييم الايدومتري اللي هو محكي المرجع. نظام التقويم السيكومتري بتحدد فيه موقع الطالب بالنسبة لزمايله، بتعمل الاختبار بتدي للطلاب أو بتعمل التقييم بتدي للطلاب. الطلاب بعد ما حضرتك رصدت التقييم بدأت انك انت تصنف الطلاب طبقا لزملائهم. يعني لو عندك 100 طالب والدرجة النهائية من 100، فانت بترتب الدرجات من طبقا للأعلى، حط الأول الثاني الثالث الرابع وهكذا. فالتصنيف هنا هو موقع الطالب بالنسبة لزمايله، وبالتالي هيبقى سهل جدا لو الامتحان كان سهل ممكن تلاقي طلبة جايبين 100 وبعدين 99 98 وهكذا. طب لو الامتحان كان صعب وأعلى درجة كانت 60، هيبقى الأول هو اللي جايب 60 مثلا، اللي بعد منه اللي جايب أقل من كده وهكذا. الدرجة هنا لا تعنيني في حد ذاتها. ليه؟ لأنك أنت في كلتا الأحوال هتصنف الطالب طبقا لزميله، فبنسميه تقييم سيكومتري او تقييم جماعي المرجع. التقييم الايدومتري او المحك المرجع انت بتحدد موقع الطالب بالنسبه لمحك متفق عليه. على سبيل المثال احنا عندنا ال 100 طالب، ال 100 طالب دول هيمتحنوا امتحان معين، الامتحان الدرجه بتاعته من 100. حضرتك اتفقت معاهم ان الطالب اللي من 90 لغايه 100 ده هيبقى الممتاز، من 80 لغايه 89 ده اللي هيبقى مثلا جيد جدا، من 70 لغايه 79 ده اللي هيبقى جيد وهكذا. فهنا الطالب مش شاغل باله قوي بان هو هيبقى الاول ولا الثاني ولا الثالث، هو شاغل باله بالمحك اللي انت حطيته. المحك اللي حضرتك الزمتهم بيه بيخلي فيه نوع من التنافس المرغوب بينهم. ان الطلبه هنا عايزين يبقوا في الفئه دي، عايزين يبقوا في فئه الممتاز او في فئه الجيد جدا او في فئه الجيد. ليه؟ لان في كلتا الاحوال اللي هيجيب 90 زي اللي هيجيب 99 كلهم هيبقوا ممتاز، عكس النظام السيكومتري اللي جاب 99 غير اللي جاب 98. التصنيف بيبقى حسب الزملاء، ده في السيكومتري. في الايدومتري حسب المعيار اللي حضرتك محدده، وبالتالي الافضل ان هما الاثنين نظامين الاثنين مكملين لبعض، وكل نظام له مميزاته وله عيوبه، لكن يفضل في التعليم الالكتروني ان حضرتك تستخدم النظام الايدومتري او المحكي المرجع، علشان انت اصلا هتعمل مشروعات فيبقى في تقييم جماعي للطلاب، هيبقى في جماعي للطلاب مش جماعي المرجع، جماعي للطلاب داخل النشاط نفسه، جماعي للطلاب ان كل طالب هنا يحاول ان هو يشارك، لانه هيجي بعد كده في عنده اختبار شفوي ممكن يتسال في الجزئيه بتاعته، فهو يبقى حريص كل الحرص ان ياخد جزئيه من قبل نشاط ما حد يبدا فيه. النشاط ده مثلا هم 5 اعضاء، والنشاط ده عباره عن 5 اجزاء، كل واحد فيهم هتلاقيه واخد جزء وحريص عليه كل الحرص، ولما يجي قدام حضرتك في الاختبار الشفوي هيبقى حابب ان هو يتناقش في الجزئيه اللي هو شرحها، اللي هو شرحها في النشاط او اللي هو نفذها مع زملاء. مرونه عمليات التقييم بتخلي فيه نوعين اثنين من التقييم. النوع الاولاني التقييم من اجل التعلم، النوع الثاني تقييم التعلم. النوع الاولاني التقييم من اجل التعلم اللي هو assessment for learning، النوع الثاني تقييم التعلم اللي هو assessment of learning. دكتور نايف، دكتورة شيماء، دكتورة شيماء، دكتور محمد، دكتور عبد الفضل، أنا حابب أودي بعض الأسئلة للسادة المشاركين. طيب دلوقتي لو في حد من المشاركين الحضور حابب إن هو يسأل سؤال أو يتكلم مع دكتور عبد الفضل،
يرفع ايده او حاجه زي ده؟ لا انا بستاذن حضرتك، انا هطرح بعض الاسئله الاول وبعدين هستقبل اسئلتهم في تمام يا دكتور. تمام انا مع حضرتك يا فندم. تمام طيب حضراتكم، التقييم من اجل التعلم ده اللي هو التقييم التكويني اللي هو التقويم المصاحب لحضرتك اثناء عمليه تنفيذ المحتوى التعليمي. تقييم التعلم ده التقييم النهائي، الاثنين بيكملوا بعضهم. عندك نوعين اثنين، طول ما حضرتك بتشتغل مع الطلاب وبتنفذ استراتيجيات تعليم الكتروني وبتستخدم ادوات تعليم الكتروني معينه، بتديهم تكليفات، بتقيم هذه التكليفات، فانت بتعمل تقييم من اجل التعلم. لما بتيجي بعد انتهاء المحتوى التعليمي ووصولا الى النهايه، بيجي بتعمل حضرتك تقييم للتعلم علشان تبتدي انك انت تصنف الطلاب. زي ما اتفقنا عندنا هنا نوعين من التصنيف، التصنيف السيكومتري لو حابب انك انت تقيمهم بالنسبة لزملائهم في محاكي المرجع، وطبعا بقترح على حضرتك انك تبتدي تدربهم وتطبق معهم النظام الايدومتري، بحيث انك انت تتفق معهم على المحكات اللي هي متفق عليها فيما بينكم، بحيث انك انت تخلق نوع من التنافسية المرغوبة بين الطلاب، وهم يتعاونوا مع بعضهم على تنفيذ النشاط. لان في النهاية اذا كنا كلنا هناخد درجة الامتياز في النشاط ده، فكل طالب هيبقى مستعد ان يبذل اقصى جهد ممكن علشان يشارك زملائه وعلشان يظهر النشاط بتاعهم باحسن صورة. لان الفرق مش هيبقى الدرجة، الفرق هيبقى التقدير المرتبط بالدرجة. النقطة الأخيرة اللي نتكلم فيها مع بعض اللي هي بناء شبكة تبادل مشترك بين المؤسسات المتناظرة التي تطبق التعليم الإلكتروني. حضرتك لما بتيجي تراعي تطبق الخطط الإجرائية داخل مؤسسات التعليم العالي، لابد إنك تسعى إلى بناء شبكة تبادل مشترك بين المؤسسات المتناظرة اللي بتوظف التعليم الإلكتروني محلياً ودولياً أو محلياً أو دولياً. لو حضرتك عامل ارتباط محلي مع الكليات المتناظره يبقى تسعى الى المستوى الدولي. لو حضرتك ما عملتش ما فيش تبادل مشترك ما بين الكليات المتناظره على المستوى المحلي، لازم تعمله الاول وبعد كده المستوى الدولي. ليه؟ لما بتبقى داخل الدايره اللي موجوده في الدوله بتاعتك، بتبقى عارف زميلك المناظر ليك في مكان اخر او في كليه اخرى او في مؤسسه اخرى بيفكر ازاي وشغال ازاي. هتلاقي عنده بعض الممارسات اللي مش موجوده عندك فتبتدي انك انت تطبقها. هتلاقي عنده بعض الممارسات اللي ممكن لما تناقشوا فيها وتقول له انتوا بتنفذوها ازاي هتؤدي الى تحسين توظيف التعليم الالكتروني داخل المؤسسة. من الممارسات اللي مطلوبة هنا ان حضرتك تعمل زيادة الروابط مع الشبكات القائمة حاليا والجديدة. معظم الكليات هتتجه كلها تقريبا الى تطبيق التعليم الالكتروني. لو في روابط موجودة هنعيد تدعيم هذه الروابط. طيب في كليات جديده او زي بعض الجامعات اللي هي بتنشا حديثا، وفي كليات متناظره ظهرت مرتبطه بالكليه بتاع حضرتك او التخصص بتاع حضرتك، لابد انك انت تعمل روابط معاها. هنا باكد على حضرتك ان فكره الروابط ليس البروتوكول الورقي فقط، وانما التنفيذ العملي للممارسات اللي موجوده داخل هذا القسم او داخل هذه المؤسسة. الاكتفاء بعملية بالبروتوكول فقط واحتفاظ كل مؤسسة بخصوصيتها كما يقولون حضرتك، ده تعاون علمي اكاديمي. التعاون العلمي معناه ان احنا بنشارك بيتم نشر ومشاركة الممارسات المتميزة في هذا التخصص. لما بتيجي تنشر الممارسة المتميزة لابد انك تنشر ما يدعم تنفيذها. يعني ما تبقاش الممارسه المتميزه اللي حضرتك بتقدمها ممارسه نظريه، لازم تكون ممارسه عمليه او ممارسه يمكن تطبيقها، واذا كنت طبقتها لازم يكون معاك دليل وشاهد على هذا التطبيق، علشان لما تيجي تكلمهم عليها نظريا لابد انك تقدم النموذج العملي اللي مرتبط بيها، لابد انك تقدم ما يدعم تقديم مثل هذا النموذج، لابد انك تديهم الطريقه اللي هم ممكن يمشوا بيها. ممكن يكون هم بيقبلوها من الناحيه النظريه لكن مش عارفين الطريقه العمليه اللي هيطبقوها بيها. لما حضرتك بتقدم الشاهد والدليل او بتقدم الاجراءات اللي اتبعتها علشان تعمل هذا التنفيذ، بتبتدي انك انت تدي نموذج عملي يمكن الاقتداء بيه.
بناء شبكة التبادل المشترك معناها تبادل الخبرات ونتائج الأبحاث. الأبحاث من الممارسات غير المرغوبة، عملية نشر الأبحاث على أضيق الحدود. أحياناً بعض الأساتذة لما بيقدم على ترقية بتجد بعض أبحاثه منشورة في أعداد بسيطة جدا، يمكن النسخ اللي انطبعت بتبقى محدودة للغاية. هنا هيتم تبادل الخبرات ازاي؟ او لما تيجي تشوف البحث قائمة الأبحاث اللي هو كان مقدمها في الترقية وتيجي تدور على نسخ منها موجودة في المكتبات او في اي مكان ما تلاقيش، تدور على نشر الكتروني ليها. طبعا النشر الالكتروني بعض الكليات او اغلب الجامعات دلوقتي بقى تلزم الناس دي بحيث ان هو يضمن ان البحث منشور وان الناس اطلعت عليه وان تمت الاستفاده منه وتم تبادل الخبرات. تبادل الخبرات ونتائج الابحاث وافضل الممارسات التعليميه بيوفر في الجهد وبيوفر في التكلفه. لان حضرتك هتشوف هم طبقوها ازاي، لو حسيت ان هم طبقوها بطريقه مكلفه لا تتناسب مع امكاناتك هتفكر فيها بطريقه ثانيه بحيث انك تقلل التكلفه وتنفذ نفس الممارسه. تبادل الخبرات بيعمل على سد الفجوه ما بين المؤسسات المتناظره. تبادل الخبرات بيعمل على تنميه مهارات الطلاب. تبادل نتائج الابحاث بيمنع تكرارها. احيانا ممكن تلاقي فريق بحثي في كليه معينه شغال على بحث معين وفريق تاني شغال على نفس البحث وهم مفيش اتصال بينهم خالص، وتيجي تلاقي النتائج احيانا قد تكون النتائج متقاربه احيانا قد تكون متعارضه. في بعض المشروعات ذات السريه المعينه او اللي لها حاجه يعني حيثيه معينه قد يقبل هذا الاجراء، لكن في الوضع العام يجب تبادل الخبرات ونتائج الابحاث. نتائج الابحاث لما بتنشر يمكن تعممها على يمكن تعممها على المؤسسات المتناظره، يمكن الاستفاده منها، يمكن الاستفاده من اي نتيجه بحث يبقى مرتبطه لها توصيات، ممكن الاستفاده من هذه التوصيات في اعداد ابحاث اخرى او في اعداد مشروعات تعليميه اخرى. الامر لما بيحصل تبادل بيحصل نوع من الارتقاء للطرفين الاثنين، لان تبادل هنا معناه ان حضرتك شاركته في نتائج ابحاثك وهو عمل مشاركه لنتائج ابحاثه معاك، وبالتالي انت خدت التوصيات بتاعته ممكن انك انت تنفذها وهو ممكن ياخد التوصيات بتاعتك او اللي انت مش هتنفذه منها نظرا لظروف معينه مرتبطه عندك وامكاناته هو تسمح فيبتدي ان هو ينفذها. لما بتيجي تعمل خطط اجرائيه لابد انك تشوف اخر الابحاث التي اصدرت في التخصص اللي موجود عند حضرتك، ودي بتجيبها من ابحاث الاساتذه اللي منشوره في التخصص، بتجيبها من الابحاث الماجستير والدكتوراه اللي موجوده في الدراسات العليا. تبادل الخبرات ونتائج الابحاث وافضل الممارسات التعليميه بيؤدي الى النجاح في سد الفجوه الرقميه بين الكليات المتناظره. يعني انا بشكر حضراتكم جدا على صبركم وعلى سعة صدركم واتمنى لكم التوفيق وتحت امر حضراتكم في اي استفسار. بتوجه لحضرتك دكتور ابو الفضل بالشكر الجميل جدا على الورشه الرائعه، وبتوجه لكل الحضور الكرام بوجودهم معانا، ويعني شكرا شكرا جدا على وجودك وشكرا على مجهودك الكبير ده. لو في اي حد من الحضور الكرام حابب ان هو يقول سؤال او يوجه سؤال للدكتور ابو الفضل يا ريت بعد اذن حضراتكم يرفع ايده في البرنامج وانا هعمل له افتح المايك. او يكتب في الشات وانا افتح المايك. طيب اظن ان حضرتك يا دكتور والفضل يعني المعلومات مشكورا جدا على وجود حضرتك جدا يا فندم. شكرا جدا تقدير، وبرضه انا في انتظار حضراتهم. انا الدقائق دي انا مخصصها للمناقشه لمن يرغب.
مين يا فندم؟ معلش نقطة حوار بس نحدد مين اللي هيبدأ الأول. يارا الو الو. طب استنى حضرتك يا دكتور محمد، ممكن تطلب منهم مره ثانيه ان هم يكتبوا في الشات الاسئله اللي هم عايزينها، وحضرتك تفتح ماشي، لو المايك لصاحب السؤال. لو في اي حد من الحضور الكرام عنده اي سؤال موجه لساعات المدرب يتفضل يقوله. اتفضلي يا دكتوره يارا، بس يا ريت بعد اذن حضرتك اتفضلي. انا هفتح حضرتك المايك اهو. الو دكتور، اتفضل يا دكتور. ممكن يكون لسه مقفول عندها. مقفول عندها يا فندم، مقفول الصوت، مقفول عند الدكتوره يارا. دكتوره سهى، هل يمكن استعراض انواع الانشطه التي يمكن الحاقها بالتعليم الالكتروني؟ حضرتك الانشطه الملائمه للمحتوى التعليمي المرتبط بالتعليم الالكتروني، ممكن حضرتك توظفي انشطه متنوعه زي دراسه الحاله، التقارير البحثيه، الابحاث، المشروعات، الدردشه، الاختبارات. وطبعا الانشطه الملائمه للمحتوى الالكتروني دي دوره تدريبيه مكتمله، وان شاء الله في لقاءات مقبله باذن الله تعالى هنقدمها تفصيلا بحيث ان تعم الفائده على الجميع. طيب السلام عليكم يا دكتور. اولا انا بشكر حضرتك جدا على المحاضره الجميله دي، هي فعلا مهمه جدا. ممكن اقدم اسمك في الاول يا فندم؟ انا اسمي، نعم قدمي نفسك في الاول يا فندم. ايوه انا اسمي الدكتوره يارا، انا مدرس مساعد في كليه التربيه النوعيه جامعه عين شمس. اهلا بحضرتك. انا بس بسال حضرتك يا دكتور لان الموضوع ده شاغلني جدا الفتره دي، بفكر فيه كتير. احنا دلوقتي بنستخدم التعليم الالكتروني كتير طبعا في ظل التوجهات الجديده يعني، لكن احنا بس مش مجرد ان احنا بندي محاضره وخلاص، لازم دلوقتي نعمل اساليب تقويم وانشطه وتطوير جديده خاصه بالتعليم الالكتروني. فانا استاذن حضرتك ايه الاساليب الجديده او الاساليب حتى القديمه اللي ممكن نوظفها في التعليم الالكتروني بالنسبه للطلاب في الجامعه؟ شكرا لك. شكرا يا فندم. حضرتك عندك الاساليب، التقويم الالكتروني، ممكن حضرتك تستخدمي الاختبارات الالكترونيه، ممكن تستخدمي البورتفوليو الالكتروني، ممكن تستخدمي المشروعات. اساليب التقويم باستخدام ادوات التعليم الالكتروني بتتيح للطالب انه بتتيح لحضرتك الاول كعضو هيئه التدريس انك تغطي جميع جوانب التعلم اللي حضرتك اشتغلت عليها من خلال تغطيه جميع نواتج التعلم المستهدفه، عن طريق ان حضرتك ممكن تستخدمي نمط اسئله الاختيار المتعدد مثلا على سبيل المثال، وتتغطي جميع نواتج التعلم اللي حضرتك قدمتيها في المقرر. ممكن ان تديهم مشروعات وهم يبتدوا ينفذوها، او الاجزاء اللي ينفذوها يرفعوها في البورتفوليو الالكتروني اللي بينشا لكل طالب، ودي سهله وبسيطه جدا. على سبيل المثال ممكن لو حضرتك ممكن تعملي لك، لو ليكي ايميل على الجيميل، ممكن تعملي تحطي البورتفوليو الالكتروني الخاص للطلاب في الدرايف الخاص بالجيميل، ويبتدي يتيح للطلاب ان هم يدخلوا كل واحد على الفولدر الخاص بيه بحيث ان هو يستوفي كافه الانشطه اللي مطلوبه منه. وممكن انك تتيحي لمجموعه من الطلاب ان هم يعملوا تقييم اقران لبعضهم داخل المشروعات اللي موجوده نفسها. وممكن انك انت تعملي اختبارات شفهيه الكترونيه، ممكن لحضرتك عبر باستخدام اي وسيله تواصل اي الكتروني مثلا، او اي اداه زي زوم على سبيل المثال، وممكن تستخدميها بطريقه مجانيه من خلال ال 40 دقيقه او ال 45 دقيقه اللي هو بيتاحهم، او اذا كانت الجامعه هتوفر منصات مدفوعه الاجر او ادوات مدفوعه الاجر ممكن حضرتك تستعيني بيها، وتعملي الاختبارات الشفهيه للطلاب بصوره فرديه او بصوره جماعيه. المشكله كلها ليست في الاداه كمسمى، ولكن في تطبيق الاداه. على سبيل المثال لو حضرتك بتعملي تقويم اختبارات تعملي تقويم باستخدام الاختبارات الالكترونيه، المشكله هتبقى في كيفيه بناء الاختبار الالكتروني، لان الاختبار الالكتروني هو مشابه للاختبار الورقي، ولكن لازم تكون متقنه للتقنيه اللي انت حضرتك هتستخدميها، وان الاسئله بتاعت حضرتك تكون مطابقه لمواصفات الورقه الامتحانيه زيها زي الاختبار الورقي، وان حضرتك مستوى سهوله وصعوبه الاسئله
يبقى في الحدود المقبوله طبقا للتحليل الاحصائي اللي حضرتك هتطلعي بيه لما تعملي نموذج تجريبي. ده بيفرض على حضرتك ايه؟ انك تجهزي من دلوقتي بنك اسئله خاصه بالمحتوى التعليمي اللي حضرتك بتقدميه. يعني حضرتك بتشوف المقرر اللي انت بتدرسيه وتبتدي تعملي بنك اسئله. علشان نسهل على نفسنا في كيفيه تنفيذ التقويم الالكتروني للطلاب باستخدام الاختبارات الالكترونيه، يفضل ان الاسئله تكون من اسئله نمط الاختيار من متعدد. علشان التصحيح يبقى تصحيح الكتروني ممكن ان انا استخدم المقالي ايضا واصححه الكتروني من خلال ان انا اعمل روبريكس وان انا احط كلمات مفتاحيه ويبتدي الجهاز برضه هو اللي هيصحح، وانا هحصل على النتيجه في النهايه بكل التحليلات الاحصائيه بتاعتي المرتبطه بيها، اعلى الدرجات اقل الدرجات الحضور الغياب عدد مرات الدخول. في ميزه يعني في الاختبارات دي انك انت ممكن حضرتك تسمحي للطالب انه يدخل مره او اثنين او ثلاثه، وده اللي ما بيتاحش فيه الاختبار اللي هو وجه لوجه. الطالب ممكن انت حضرتك تبرمجي الاختبار بتاعك سواء كانت هتستخدمي اداه مجانيه زي جوجل فورم النماذج اللي موجوده على جوجل، او ان حضرتك بقى هتستخدمي اي برامج اللي هي برامج مدفوعه الاجر. خلينا في المجاني الاول علشان ما نزودش الاعباء على نفسنا او على المؤسسات التعليميه اللي احنا بنشتغل بيها، وخاصه ان احنا النمط قبل لغايه قبل شهر 3/2020 كان الوضع طبيعي جدا والناس شغالين بصوره صفيه. ما كانش في يعني توجه شديد نحو التعلم الالكتروني الا لما يعني التعليمات بقى المرتبطه بالوقايه من كورونا فيروس كورونا، فبدات ان الناس تتجه الى التعليم الالكتروني. لما استخدم الاداه المجانيه هي سهله في الانشاء، جوجل فورم بتختار منها النموذج بتاع الاختبار وتبتدي عند في انواع كثيره جدا من الاسئله، في عند حضرتك مقال قصير، في مقال طويل، في نص، في اختيار من متعدد، في الصواب والخطا، في المزاوجه، في كل الانماط اللي ممكن انك انت تحتاجها. هتحط السؤال وتحط الطالب يدخل كم مرة، ممكن تديله انه يدخل مرة واحدة او مرتين او ثلاثة، ممكن تتحكم في الزمن. هنا الاشكالية في حاجتين اتنين، بنك الاسئلة اللي المفروض عضو هيئة التدريس يعده علشان يبقى مستعد للاختبارات الالكترونية، واصلا مهارته في تنفيذ هذا الاختبار، هل هو اللي هيعمله بنفسه ولا هيحتاج ان هو يتدرب علشان يعمله. اغلب اعضاء هيئة التدريس شاطرين في التكنولوجيا، سهل جدا ان هم بدوره تدريبيه بسيطه ان هم ياخدوا فنيات الاختبارات الالكترونيه ويطبقوها على النماذج المجانيه اللي هي موجوده. ليه؟ لان انا ما اقدرش اطلب من عضو هيئه تدريس انه يستعين بالادوات اللي هي مدفوعه الاجر انه يدفعها على حسابه. وهيبقى يعني لو انت جيت تطلب ان المؤسسه تتحملها معناه انك بتزود اعباء ماليه على المؤسسه في ظل ظروف قهريه بتمر بيها معظم او يعني دول العالم كلها. وبالتالي كل الناس بتفضل حاليا انها تستخدم الادوات المجانيه. لما حضرتك بتستخدمي الاختبارات الالكترونيه او حضراتكم جميعا بتستخدم الاختبارات الالكترونيه على النماذج المجانيه بتاعه جوجل، مطلوب منك انك تتاكد ان السؤال بتاعك مطابق لمواصفات الورقه الامتحانيه. على سبيل المثال ان السؤال بتاعك يكون صحيح من الناحيه اللغويه، يكون قصير، يكون مرتبط بالمحتوى التعليمي، يكون مفهوم بالنسبه للطالب اذا كنت بتسال على مصطلح او مفهوم معين. طيب البدائل بتاعتك، بما ان بقى ده اختبار الكتروني فمش هينفع ان انا احط بدلين، هو ينفع وممكن تخليهم ثلاثه، بس في الحاله دي الافضل ان يبقى عندك اربع بدائل. المشكله مش في عدد البدائل، المشكله في فنيه البديل، ان البدائل لابد تكون متجانسه في المحتوى، ان تكون مرتبطه بالسؤال، ان بديل واحد هو اللي صح، ان الثلاثه التانيين يجبروا الطالب على انه يفكر فيهم. وبالتالي كل سؤال بالنسبه للطالب هنا هو بيفكر فيه اربع مرات، انه بياخد كل بديل من البدائل اللي موجوده يبتدي يشوف هو ده اللي يتناسب مع السؤال ولا لا، وهكذا. وان البدائل تكون متساويه في الطول تقريبا، وان ما يبقاش في تلميح بالاجابه الصحيحه من خلال مثلا طول عدد الكلمات في بديل معين. كل ده بيتقدم من خلال دوره متخصصه تسمى الاختبارات الالكترونيه. اللي متاح له انه ياخدها بياخدها، اللي مش متاح له انه ياخدها بيبتدي ان هو يشوف كيفيه اعداد الاختبارات الالكترونيه ويبتدي ان هو ينفذها.
الاداتين الاثنين دول، الاختبارات الالكترونيه باستخدام اسئله الاختيار المتعدد، يليها المشروعات اللي الطلاب هينفذوها مع بعض مع مراعاه ان حضرتك تبقى منتبه جيدا ان الطلاب هم فعلا اللي عملوا الابحاث. حضراتكم احيانا اولياء الامور بيساعدوا اولادهم في اعداد الابحاث ويشوف اللي حصل في الفتره اللي فاتت، احيانا الطلاب بيستسهلوا وبيجيبوا الابحاث من بعض المكتبات اللي هي يعني بتتفنن في اعداد الابحاث طبقا للمواد المطلوب تنفيذ الابحاث لها. بعدها البورتفوليو الالكتروني ده التجميع بقى اللي حضرتك هتجمع فيه كل عمل الطالب اثناء التقييم التكويني اللي حضرتك شغال عليه خلال الشرح، بتطلب منه ينفذه واللي نفذه يحفظه في البورتفوليو الالكتروني اللي خاص. الكلام حوالين بناء الاختبارات الالكترونيه طويل جدا جدا، ودكتور محمد لو تكرمت اذا هو اللي مسؤول عن ان هو يقدم لحضراتكم دوره على الاختبارات الالكترونيه. انا ليا الشرف ان شاء الله. شرف ليا بقى. دكتور محمد متخصص في التعليم الالكتروني وفي يعني انظمه التعلم الالكتروني ومستشار التعليم الالكتروني طبعا، فاعتقد انه انا دبسته كده في الدوره معلش. ده شرف والله. ان شاء الله ده شرف ليا، وكان ليا شرف التواجد مع حضراتكم حسب الميثاق الاخلاقي للجلسه ان احنا ملتزمين التزام شديد بالوقت من الساعه الرابعه وحتى الساعه السادسه. اراكم ان شاء الله قريبا في دورات اخرى باذن الله تعالى. انا بتوجه كل الشكر دكتور ابو الفضل، انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا وبشكر الحضور الكريم على وجودهم معانا. انا في كذا سؤال اتطلب من بعض الحضور كانوا بيسالوني عن الماتيريال، فالماتيريال حضرتك ان شاء الله ممكن هتتيحها وتبعتها لنا ان شاء الله. عينيا يا فندم. طيب خلاص باذن الله يا فندم، انا هبعت لكم رابط دلوقتي، رابط التقييم الخاص بالورشه. اي كل اللي هيشارك معانا في التقييم بتاع الورشه هيبقى مطلوب منه اي حد عاوز الورشه وعايز الماتيريال بتاعتها يا ريت يقيم الورشه عشان نقدر نعمل لكم ورش جديده كمان، ونقدر نبعت لكم الايميلات بتاعتكم عليها المحتوى بتاع الورش ان شاء الله. المحتوى التعليمي اللي انا قدمته هنا هيوصل لحضراتكم زي ما انا قدمته بالظبط، بس شرط ان هم يعملوا تقييم للورش عندنا ان شاء الله. اللي بعد اذن حضرتك دكتور محمد انا هبعته للدكتور محمد، والدكتور محمد هو اللي هبعته لحضراتكم طبقا للاجراءات المرتبطه بالورشه. تمام شكرا لحضرتك. اي حاجه انا اقدر اقدمها لحضراتكم تحت امر حضراتكم جميعا يعني. اي حد كمان من الحضور الكرام عاوز يشترك معنا في جروب ايميرج افريكا، هو جروب على الفيسبوك ده اللينك والرابط بتاعه، وكمان في قناه على التليجرام بننشر عليها بعض اخبار الورش كل حاجه، وده الرابط بتاعها، وكل الاعضاء اللي كانوا بيسالوني بيقولوا لي الورش الرابط بتاعها مسجله ولا مش مسجله، ده رابط قناه اليوتيوب بتاعتنا اللي عليها كل الورش. اي ورشه سابقه باللغه العربيه او اي ورشه بنعملها باللغه الانجليزيه بيتم نشرها على الرابط ده، وان شاء الله الورشه هتكون موجوده خلال 4 ايام يعني ان شاء الله، لان النهارده وبكره اجازه في الجامعه، فهتبقى ان شاء الله بعد يوم الاثنين او الثلاث، وهتبقى موجوده على اليوتيوب بتاعتنا، ورابط اليوتيوب اعمل سبسكرايب على القناه وان شاء الله تلاقي كل حاجه موجوده عليه. لو في اي استفسار بالنسبه لايميرج افريكا انا تحت امر حضراتكم، ولو حد حابب ان هو يشارك معانا في الوقت يعني يعمل ورشه متطوع زي الدكتور ابو الفضل، انا ده رقم الشخصي اهو تحت امر حضراتكم، وده الايميل كمان الشخصي بتاعي في اي وقت مرحب بيكم جميعا. وانا دلوقتي لو في اي حاجه بالنسبه لايميرج افريكا انا موجود تحت امر حضراتكم. في اي استفسار او اي سؤال؟ طيب بالنسبه لكده انا بشكركم جدا على وجودكم معانا، وبشكر ويا ريت ان شاء الله كده الدكتور الفضل يكررها معانا مره ثانيه ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله يا فندم، ونشوفكم على خير باذن الله وفي لقاءات متعدده ومتنوعه في ايميرج افريكا بالعربي. كل عام وانتم بخير، ويا رب يوفقنا جميعا كل خير. شكرا لكم. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، في امان الله. في امان الله.